يا صباح الخير يا اللي معانا واللي معانا دول مش شويه، دول كتير جدا ومن كل مكان في العالم. مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، صباح الفل على كل حضراتكم واهلا بيكم جميعا، وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. للاسف النهارده نهاوند يعني هتكون اجازه، وان شاء الله ترجع تنورنا بكره باذن الله. فاسمحوا لي بقى اكون مع حضراتكم النهارده منفردا في حلقه لن تخلو من المستجدات اللي دايما بنهتم ان احنا نعرفها لكل حضراتكم. خلوني بس اقول لكم ان في البدايه كالعاده الساعه الثانيه من حلقتنا هيكون عندنا فيها فقرتين حواريتين، وان الحق احنا تقريبا ما سبناش نوع رياضة ما اتكلمناش عنه من خلال هذا البرنامج، ولكن لوحظ ان احنا سقط مننا يعني الجولف في الفترة الأخيرة، بقالنا فترة طويلة ما اتكلمناش مع حضراتكم عن رياضة الجولف ولا استضفنا نجم من نجومها. فده هيحصل ان شاء الله في الفقرة الحوارية الأولى اللي هنتكلم فيها عن رياضة الجولف. الفقرة الثانية هينورنا فيها الناقد الرياضي الأستاذ أحمد غنيم، اللي طبعا هنفتح بقى معاه كتير من الملفات المتعلقة بالنادي الأهلي والدوري النسخة الجديدة منه وكل ما هو قادم ان شاء الله هنتكلم معاه عنه. تعالوا بقى ايه يعني نتكلم عن حاجه كنا اتكلمنا عنها امبارح كنا اتكلمنا عن اداره النادي الاهلي ولجنه التعاقدات ولجنه التخطيط اللي ماشيين على قدم وساق بيسابقوا الزمن عشان يحسموا كل الملفات اللي بتخص فريق الكره، مين هيتم التعاقد معاه الفتره اللي جايه، مين هيطلع اعاره، مين مش هيكمل اصلا، وطبعا كل دي امور في منتهى الاهميه وبالذات لجماهير النادي الاهلي اللي بتبقى دايما متشوقه عايزه تعرف ايه الجديد، ايه اخر الاخبار. ده طبعا غير تمديد عقد المدرب مارسيل كولر. بس تعالوا نقف شويه عند تجديد عقد واحد من اهم نجوم الفريق، انا بكلمكم عن محمد مجدي قفشه، زي ما طبعا اعلن كابتن خالد بيبو مدير الكره بالامس. الحقيقه يعني كلنا سعداء جدا بهذا التجديد، لان قفشه واحد من لعيبه الجيل الحالي اللي ظهروا فعلا بشكل ممتاز مع الفريق وساهم في تتويج الأهلي بكل البطولات المحلية والقارية. مين ينسى هدفه الغالي علينا كلنا وعلى قلوبنا كلنا في مرمى الزمالك، مباراة طبعا نهائي القرن الشهيرة في نهائي 2021 كمان أمام كايزر تشيفز. فالحقيقة احنا بنتكلم عن لاعب استثنائي وليه درجة محبة استثنائية في قلوب كل عشاق النادي الأهلي. مليون مبروك لقفشة البقاء والتجديد مع النادي الأهلي، الكيان الأهم والأكبر في العالم العربي، ومبروك لجماهير النادي الأهلي الحفاظ على القوام الأساسي لفريق كرة القدم. وبالمناسبة عندي كمان يعني على ذكر الجماهير عندي رسالة للجمهور، لأن برضو يعني من الحاجات اللي كانت لافتة للأنظار الفترة الأخيرة أن في ناس كانت إيه يعني ما بين متخوفة متوجسة متربصة، سموها حضراتكم زي ما تسموها، المهم أن في ناس قاعدة مركزة قوي في إيه اللي هيحصل الفترة اللي جاية، مين ماشي مين قاعد. وطبعا حضراتكم بقى مش محتاجة أكلمكم عن السوشيال ميديا وكمية الفتاوى اللي بنشوفها من خلالها، وكل واحد يقول لك اسمع الخبر الحصري عندي ده فلان قاعد وفلان ماشي، والكلام ده بيبقى عاري تماما من الصحة. عايز أقول لجماهير النادي الأهلي ما تقلقوش من رحيل أي لاعب بشكل عام، لأن يعني من النادي الأهلي ليه؟ لأن احنا عارفين كلنا وبصمين بالعشرة أن النادي الأهلي فعلا بمن حضر. وعلى فكرة الحكاية دي متجربة بدل المرة عشرات المرات وعلى مدار التاريخ. وبعدين حتى في حال رحيل أي لاعب تأكدوا حضراتكم أن النادي الأهلي لن يترك أي لاعب يعني يرحل دون الحفاظ على حقوق النادي، لأن الكل في النادي الأهلي بيعمل مصلحة النادي الأهلي أولا وأخيرا. الكلام ده بقوله كمان عشان الناس اللي كانت بتتكلم من امبارح عن مسألة رحيل محمد شريف والموافقة على بيع محمد شريف إلى نادي الخليج السعودي. طبعا ده حصل بعد الرجوع لمارسيل كولر للحفاظ على احتياجات الفريق الفنية. أكيد بنتمنى للعبنا كل التوفيق، وزي ما قلت لحضراتكم ما تقلقوش، الأهلي لا يأخذ أي قرار إلا هو مدروس من كافة الجوانب. امبارح برضو النادي الاهلي ارسل خطاب لاتحاد الكره بيطلب فيه التواصل مع الجهات الامنيه عشان يوافقوا على الحضور الجماهيري بالسعه الكامله لكافه المباريات في الموسم الكروي الجديد. واعتقد ده مطلب جماهيري، ده كل الناس بتحلم باللحظه دي، لان طبعا كالعاده بص الصوره الحلوه لجماهير النادي الاهلي اللي بتقلب موازين الامور في كتير جدا من الاحيان. عايز اقول لحضراتكم جماهير النادي الاهلي بيبثوا روح قتاليه عجيبه في اللعيبه وخصوصا في لحظات الانكسار. يعني هنا بقى يعني بيبقى يعني حتى اللعيبه يبتدي يعني شبهه اي ياس تتسلل ليهم تلاقوا الجماهير وقفوا ويعني وقفه رجل واحد زي ما بيتقال، وبيهزوا الدنيا مش بس بيهزوا مدرجات الاستاد. فما يملكوش اللعيبه يعني غير ان هم يستجيبوا لنداءات الجمهور، وفي الاخر حتى لو في بلس 90 كالعاده يسعدوا الجمهور. جمهور النادي الاهلي ما ينفعش ياخد بعضه ويمشي من الاستاد بعد حضوره لاي ماتش من ماتشات النادي الاهلي وهو مخزول، ده غير قابل لانه يحصل الحقيقه. فكل
التحيه والتقدير لجماهير النادي الاهلي في كل مكان. تعالوا كمان نتكلم شويه عن مهرجان العالمين اللي لفت الانظار جدا في الفتره الاخيره، واللي كان محور اهتمام كتير جدا من القنوات الفضائيه، واللي نقدر نقوله ان هو الحقيقه الى حد بعيد نقل صوره حضاريه جميله عن مصر وعن المصريين، بتعكس مدى الاهتمام بمقاصد مصر السياحيه ويا مكترها عندنا. طبعا شفنا الحفلات الجميله اللي كانت موجوده هناك واللي اقيمت على مدار الايام والاسابيع الاخيره، واللي حضرها كتير من كبار النجوم في الغناء وغيره، تامر حسني ومحمد منير وحميد الشاعري واحمد سعد. وطبعا تفاعل الجمهور مع الحفلات الى جانب حضور مجموعه من الاجانب ونقل صوره ايجابيه جدا عن مدينه العالمين. طبعا ده كله غير الشق الرياضي اللي في الموضوع، يعني انا بكلمكم بشكل عام ومشاركه اكتر من نجم. هنلاقي زي ما تابعنا يعني في الفتره الاخيره كان في تالق بهذا المهرجان الحقيقه، وكمان عايزين اقول لكم ان في قرعه لبطوله الانديه العربيه لابطال الجودو، وهي بالمناسبه البطوله اللي هتستضيفها مصر بالتحديد في مدينه العالمين الجديده على هامش المهرجان، بمشاركه العديد من الدول العربيه تحديدا 12 دوله عربيه، وده بيحصل في ظل ثقه الاتحادات الدوليه والعربيه لاقامه مختلف البطولات في مصر. وبرده ده كمان بدوره ما جاش من فراغ، احنا بقالنا يمكن السنه او السنتين اللي فاتوا تكاد تكون مفيش حلقه من 10 الصبح في الاهلي ما كناش بنتكلم فيها، وغالبا ما كنا بنشيد من خلالها بحسن استضافه مصر وتنظيمها لفعاليات كتير من البطولات الرياضيه العالميه بما فيها كؤوس عالم في بعض الرياضات وبطولات عالم في بعض الرياضات. طبعا بطوله الجودو اللي بكلم حضراتكم عنها هتنطلق فعالياتها النهارده وهتستمر لحد يوم 18 اغسطس. طبعا تم الاستعداد لهذه البطوله على اوسع نطاق وعلى اعلى مستوى، مع تجهيز بقى طبعا صالات مميزه للجودو بكافة الإمكانيات، إلى جانب بقى المواقع الحلوة اللي بتطل على البحر. البطولة دي هتكون بمشاركة حوالي 340 لاعب ولاعبة من مختلف المراحل العمرية، براعم تلاقوا أشبال موجود، ناشئين موجود. ده طبعا هيكون يعني إلى جانب منافسات الرواد فوق سن الـ40 سنة، يعني نقدر نقول إن هي فعلا بطولة كاملة ومتكاملة. والحقيقه ناس كتير شايفه ان مهرجان العالمين مش مجرد حدث عابر وخلاص، يعني لا ده الحقيقه كل الانظار متجهه اليه. وكمان لو هنتكلم عن يعني او بلغه الارقام، فجميع الاماكن السياحيه والفنادق والقرى المحيطه بهذه المنطقه كلهم اعلنوا ان نسبه الاشغال عندهم وصلت 100%، فيعني الموضوع مش مجرد حفلات وماتشات والسلام، لا ده انعكاس كمان لصوره حضاريه عن بلدك وشغل لفئات كتير. في ناس كتير خلي بال حضراتكم موسم الصيف ده موسم الرزق بالنسبه لهم، في ناس بتشتغل بشكل موسمي فقط في موسم الصيف، فبيستنوا الصيف ده من السنه للسنه عشان هو المصدر الرئيسي لرزقهم. طبعا غير حرص نجوم مصر والوطن العربي على ان هم كمان يكونوا مشاركين في مهرجان العالمين ليصبح الحقيقه في اول سنه ليه بيزاحم الى حد كبير اكبر مهرجانات الفنيه في العالم العربي، اكيد دي حاجه تسعدنا كلنا. تعالوا بقى نتكلم عن موضوع مختلف حبتين. حدد مسؤولي هيئه استاد القاهره الدولي طبعا برئاسه الاستاذ وليد عبد الوهاب 5 انديه لاستضافه مبارياتها الموسم المقبل على ارضيه الاستاد الدولي. ايه هي الانديه دي؟ الاهلي والزمالك وزد وفيوتشر والبنك الاهلي. الكلام ده حصل رغم ان تقدم اكتر من 8 انديه بطلب ان هم يخوضوا مبارياتهم على ارضيه الاستاد، بس تم اختيار 5 انديه فقط للحفاظ على ارضيه الملعب عشان كمان تكون جاهزه لاستضافه معسكرات المنتخبات. خلينا برضو نقول لحضراتكم ان الايام اللي فاتت زار استاد القاهره وفد من الفيفا ومن الكاف عشان يطمنوا على جاهزيه الاستاد لبطوله دوري السوبر الافريقي اللي طبعا هتنطلق في الفتره من 20 اكتوبر وحتى 11 نوفمبر، وتفقدوا بقى طبعا خلال هذه الجوله يعني المقصوره الرئيسيه لكبار الزوار والمركز الصحفي وارضيه الملعب طبعا، الى جانب غرف اللاعبين وغرفه الكشف عن المنشطات وكشافات الاضاءه الموجوده في الملعب. والحقيقه ان الكل اشاد بكل التجهيزات الموجوده في الاستاد، برضو دي اكيد حاجه من الحاجات اللي تسعدنا جدا. النهارده بقى هتختتم بطوله او هتختتم البطوله الافريقيه السادسه للمنتخبات لكره السرعه اللي اقيمت في بورسعيد بمشاركه 11 دوله وما يقرب من حوالي 150 لاعب ولاعبه، كلهم كانوا بيتنافسوا على الفوز باللقب الافريقي. طبعا اللقب ده اللي بتحمله مصر منذ 5 يعني سنوات او 5 بطولات سابقه، والحقيقه ان المنافسه كانت قويه جدا بين مختلف المنتخبات. وقال المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين العربي والافريقي لكره السرعه ان البطوله المجمعه دي شيء مبشر جدا لادراجها في دوره الالعاب الاولمبيه
في القريب العاجل إن شاء الله. وقال كمان إن احنا عندنا قاعدة واسعة من ممارسي هذه اللعبة، كما أن الاتحاد المصري بينظم عدد كبير من البطولات والفعاليات، وهو ما جعل اللعبة تنتشر في مصر على نطاق واسع ومنحها كمان أفضلية واضحة يعني على الدول التانية. تعالوا نتعرف على المزيد من التفاصيل حول هذا الملف. أنا معي على التليفون سيادة المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين العربي والإفريقي لكرة السرعة. يا صباح الفل على حضرتك يا فندم، واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. ازي حضرتك وعلى كل مشاهدينك الكرام. اهلا بحضرتك. واحنا بنشهد بقى مع سيادتك ختام البطوله، حظوظ مصر ايه في الحفاظ على لقب البطوله للمره السادسه على التوالي؟ هي مصر بالفعل امبارح يعني قبل النهائيات النهارده تقريبا حسمت اللقب، والحمد لله البطوله ناجحه، ويعني كلنا نامل كمان لعدد كبير من الدول يكون اكتر من كده، بس طبعا كان في ظروف كثيره جدا. البطوله اتاجلت مرتين لظروف خاصه بحياه اللوجيستكس والكلام ده، ولكن العدد النهائي وده انا اعتقد نجاح كبير في توقيت كمان بعد اغلب الدول كان عندها امتحانات اللي هي اللي احنا بنعمل عليها ثانويه عامه في نفس التوقيت، اعتقد ده كان نجاح للبطوله ان 8 دول والعدد ده، وكمان لاول مره تقام بطوله الانديه الافريقيه للكبار والناشئين، ويمكن امبارح نادي القناه بالاسماعيليه فاز بلقب بطل اول بطوله للناشئين، ونادي الرواد في العاشر من رمضان بطل افريقيا للانديه ابطال الدوري، فاعتقد ده يعني نجاح كبير لهذه المنظومه. اكيد. وان شاء الله ده بيدينا حافز ان احنا كمان يعني نبدا يعني نشتغل كمان على بطولات الانديه وننوع من البطولات حتى المفتوحه، وعشان احنا عندنا هدف زي ما انت حضرتك قلت اتفضلت في المقدمه ان احنا غانا 24، والحمد لله قدرنا يعني اللعبه تكون موجوده في هذا المحفل او العرس الافريقي الكبير. فعلا يعني تم حسم هذا الامر، كنت فعلا من شويه لسه بقول ان حضرتك كان ليك تصريح مؤخرا بان اللعبه ستدرك قريبا في الاولمبياد، كنت لسه هسالك هنلحق اولمبياد باريس ولا مش شرط؟ لا احنا احنا لا احنا احنا 5 العاب غير اولمبيه دخلوا في دوره العاب الافريقيه، الدوره دي تقريبا الدوره دي هي معموله، هي كانت المفروض تبقى العام الماضي واجلت السنه دي، وبعد كده اجلت تاني لشهر مارس 2024، و 90% من الالعاب المدرجه في هذه الدوره يعني مؤهله لدوره الالعاب الاولمبيه باريس، فعشان كده البطوله دي مهمه جدا. اكيد. وجودنا فيها حتى لو كلعبه غير اولمبيه اعتقد ده هيدينا كمان يعني حافز كبير، وهيعرف ناس كتير قوي في افريقيا عن هذه الرياضه، وان اول مره تبقى كره سرعه مدرجه في دوره مجمعه اعتقد ده نجاح كبير جدا للعبه. طيب برضو حابب اعرف من حضرتك ايه يعني البطولات المجمعه اللي بنستعد لها ان شاء الله عشان ناخدها في القريب العاجل؟ احنا عندنا بطوله عربيه ان شاء الله يعني بنعد لها دلوقتي، وهتبقى للكبار والناشئين، وبرضه هتبقى في عندنا بطوله الانديه العربيه ودي لاول مره تقام برضه، وان شاء الله عندنا بطوله العالم، يعني ده في هذا العام كل البطولات دي هتبقى في هذا العام، ونبدا بقى السنه الجايه ان شاء الله اداره الالعاب الافريقيه الغنيه. جميل. برضو يعني خليني اختم مع حضرتك بحكم يعني يكون سيادتك رئيس الاتحادين العربي والافريقي لهذه الرياضه، مين اقوى دول العالم في الرياضه دي؟ وعربيا كمان مين اقوى الدول فيها؟ عالميا مصر، يعني احنا رقم واحد. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله احنا رقم واحد منذ عام 86 في اول بطوله عالم انطلقت في جمهوريه مصر العربيه في الصاله المغطاه في بيت الشرطه في العباسيه. حتى اخر بطوله اقيمت العام الماضي، وعلى المستوى الدولي في دول كثيره، يعني عندنا دول زي فرنسا وهولندا كانت دخلت قوه جدا، كان زمان طبعا في اليابان، كان في سلوفينيا، وكان في النمسا، دلوقتي عندنا دول كتيره جدا في العرب زي ليبيا وتونس والجزائر، عندنا المنتخب السوري منتخب واعد جدا جدا، المنتخب السوداني قوي جدا، في افريقيا في الكاميرون انا شايف ان هو منتخب قوي جدا، والجديد كمان المنتخب التشادي، يعني انا شايف ان الفترات الجايه مع دخول كمان الافارقه اكثر في هذه الرياضه، طبعا عشان كره السرعه محتاج قوه بدنيه ولياقه عاليه جدا، ودي متوفره جدا في العنصر الافريقي. انا شايف ان شاء الله يعني مع تطور هذه الرياضه ونشرها في افريقيا
هيكون فيها يعني هيبقى التنافس شديد جدا الفتره الجايه ان شاء الله. والله يا فندم رد حضرتك على السؤال من الصنف اللي يثلج الصدور، فكره ان عالميا مصر دي حاجه رائعه. دايما كنا بنقول في الفتره الاخيره ان احنا نفسنا نشوف نفس النجاح المصري على المستوى العالمي في رياضة الاسكواش نشوفه منعكس في رياضات تانية، فحضرتك تفضلت بجملة أعتقد هتسعد ناس كتير قوي ولازم نحافظ عليها كمان. الحمد لله كريم. بص هقول لحضرتك حاجة، يعني إحنا لينا أفضلية في حاجات كتير جدا. أنا يعني أكفل إن أنا يعني وأنا كنت بقول هذا الكلام دايما وأبدا إن إحنا بنفتخر بهذه الرياضة صنعة مصر، ويمكن هي الرياضة الوحيدة اللي تحمل هذا الشعار، وكمان الحاجة الوحيدة كمان إن إحنا ما بنستوردش أي منتج لهذه الرياضة، بالعكس احنا بنصدر كل حاجه سواء مدرب او حكم او لاعب او ادوات، فبالتالي احنا يعني ما بيستهلكش عمله صعبه لهذه الرياضه، بل بالعكس صحيح. عشان كده لازم ننميها ونساعد على نشرها على المستوى الدولي والاقليمي، من في الاخر هيعود بالنفع جامد جدا علينا كدوله وعلى صناعه الرياضه بشكل عام وعلى اللعبه كمان بشكل خاص. جميل. عموما بنهني حضرتك طبعا وكل القائمين على هذه المنظومه الرياضيه، لان فعلا انتوا عاملين نجاحات مدويه في الفتره الاخيره. يكفي جمله اللي حضرتك تفضلت بيها، والله عالميا مصر دي حاجه ولا اجمل ولا اروع، ربنا يديمها علينا نعمه يا فندم. ونشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده، شكرا جزيلا. طبعا كان معانا سياده المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين العربي والافريقي لكره السرعه، وكلام يعني يسعد القلب الحقيقه، بنشكره عليه جدا. طيب تعالوا بقى قبل ما نطلع الفاصل ده ناخد فكره كده عن درجات الحراره النهارده في محافظات مصر المختلفه وصلت لكام، ثم فاصل ولن عوده ان شاء الله. اتفضل. عودة من جديد لحلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي، اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. قبل الفاصل كنا خدنا فكره عن درجات الحراره في محافظات مصر المختلفه النهارده وصلت لكام، تعالوا بقى نعرف الجو هيكون عامل ازاي كام يوم الجايين. فمعانا على التليفون دكتوره منار غانم عضو المكتب الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. يا دكتوره منار صباح الفل على حضرتك واهلا بيكي. صباح الفل على حضرتك. اخبارك ايه، كله تمام؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. يا ترى اللي جاي عامل ازاي بقى جويا؟ هو طبعا احنا بدانا نشعر بالتحسن في الاحوال الجويه فتره النهار وفتره الليل، بدات درجات الحراره تكون اقل من المعدلات الطبيعيه. حصل. وده اللي متوقع ان شاء الله يستمر معانا على الاقل لنهايه هذا الاسبوع، يعني احنا لنهايه هذا الاسبوع لحد يوم الجمعه درجات حراره عظمى على القاهره الكبرى اقل من المعدل ما بين 33 34 درجه مئويه فتره النهار. جميل. وده بفعل ان احنا بنتاثر بامتداد لمنخفض جو الطبقات الجو العليا بيعمل على انخفاض درجات الحراره، توزيع الرطوبه في عمود الهواء ككل، فبالتالي بيخلينا احس بنسب رطوبه اقل واشعر بالتحسن في الاحوال الجويه. صحيح. فتره النهار مع فتره الظهيره تحديدا ممكن نحس بالاجواء الحاره الرطبه على القاهره الكبرى او الوجه البحري، كمان المناطق المطله على البحر المتوسط سواحلنا الشماليه، المناطق الجنوبيه تشهد اجواء شديده الحراره فتره النهار، لكن هي اقل حده بكثير من الايام الماضيه، لان كمان حتى محافظات الصعيد بدات درجات الحراره تنخفض عليها وتكون 41 42 درجه مئويه في جنوب الصعيد. نتيجه طبعا وجود نسب رطوبه في الجو ممكن نحسها اعلى بحوالي درجتين، يعني ممكن المحطوط توصل ل 35 36 درجه مئويه، لكن ايضا هو تحسن عن الايام الماضيه او موجات ارتفاع في درجات الحراره. مع دخولنا في فتره الليل وغياب اشعه الشمس طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحراره، بنحس بيه اكثر ساعات الليل المتاخر وفتره الصباح الباكر، خاصه كمان ان احنا فتره الليل وفترات المساء بيبقى فيه نشاط للرياح في معظم محافظات الجمهوريه، نشاط الرياح بيساعد بشكل كبير على احساسنا بنسب رطوبه اقل، فبيساعد ان احنا نحس بانخفاض درجات الحراره ونسمات الهواء اللطيفه اللي بدانا نحس بيها فترات الليل بشكل كبير في معظم المحافظات وخاصه في المحافظات الشماليه، بالاضافه كمان متوقع استمرار تكون شبوره مائيه فتره الصباح الباكر، ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، والشبوره المائيه دي هتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، مهم جدا ناخد بالنا قائدي المركبات والمسافرين على طرق فتره الصباح الباكر لازم تكون القياده بهدوء تام. ننوه كمان على الامطار اللي بتبقى موجوده معانا خلال هذه الايام، موجوده على بعض المناطق بين جنوب سيناء زي سانت كاترين ودهب وطابا، عليهم امطار رعديه، والامطار الرعديه نتيجه استمراريتها ممكن تؤدي لتشكل بعض السيول الخفيفه، فناخد بالنا الناس الموجوده في او في موجود في سانت كاترين او في دهب او في طابا، ناخد بالنا من كميات الامطار اللي ممكن تؤدي لتشكل سيول خفيفه على الطرق، فلازم تكون طبعا القياده بالتزام على اغلب الطرق المؤديه من والى سانت كاترين ودهب وطابا. كمان اليوم في ترمل لحظه بحريه على البحر الاحمر وخليج السويس، يعني البحر الاحمر وخليج السويس ارتفاع الامواج بيوصل فيه ما بين 2 الى 3 متر،
وهيبقى مضطرب وغير مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، لكن ان شاء الله من بكره هتعود ثاني الملاحه البحريه لطبيعتها وتبدا ثاني تهدأ الامواج وتهدأ سرعات الرياح ويكون في اعتدال في سرعات الرياح على البحرين، وبالتالي البحرين هيكونوا مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. لكن بصفه عامه احنا هنشعر بالتحسن في الاحوال الجويه ده لحد نهايه الاسبوع، ممكن مع مطلع الاسبوع اللي جاي درجات الحراره تزيد درجه، لكن مش هيكون ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره دي. يعني مش هنوصل من هنا لغايه اخر شهر اغسطس ان شاء الله للي وصلنا له الشهر اللي فات شهر 7، وكانت في حاله غليان في درجات الحراره وارتفاع رهيب في نسبه الرطوبه، فالجو القاسي ده ان شاء الله مش هيتكرر تاني الفتره اللي جايه، مش كده برضو؟ يعني لحد نهاية أغسطس ممكن يحصل فيها موجات ارتفاع في درجات الحرارة، لكن إن شاء الله ما تكونش بنفس المدة. يعني لو حصل حتى ارتفاع ملحوظ في الحرارة احنا بنقول لحد بداية الأسبوع اللي جاي أو منتصف الأسبوع اللي جاي مش هتكون الارتفاعات الملحوظة، يعني أعلى درجة حرارة ممكن نوصلها 35 درجة مئوية، لكن في شهر أغسطس ككل ممكن يحصل ارتفاعات ملحوظة لكن مدتها هتبقى يوم اثنين بالكثير، تعلى فيهم درجات الحرارة ثم تعود ثاني درجات الحرارة للمعدل أو أقل من المعدل، لكن مش هتكون بنفس طبعا الخطوة اللي احنا شفناها في شهر 7 أو حتى بداية شهر 8، وتدريجي كمان احنا مع نهاية 8 بداية 9 هنبدأ نشعر بمزيد من التحسن، لأن المعدلات كمان الشهرية بتبدأ لدرجات الحرارة تنخفض مع بداية 9 ونسب الرطوبة كمان تبدأ تنخفض. هو زمان يعني زمان كان شهر 9 بتلبس فيه جيليهات وبلوفرات لما كنا صغيرين وبنروح المدارس، لكن دلوقتي يعني حتى الصيف اللي فات واللي قبليه كان في ارتفاع في درجات الحراره حتى لغايه نهايه شهر 9، فبرضه هل ده متوقع تكراره ان شاء الله الشهر الجاي؟ هو احنا خلال هذا العام متوقع ان ممكن يكون في شهر 9 درجات حراره حول المعدل اللي هي بتتراوح ما بين 33 34 درجه مئويه، ده معدل الشهر الاخي لشهر 9 اللي احنا متعودين عليه. أوكي. لكن هي الفكره ان التوزيعات الضغطيه ممكن تختلف، ممكن في بعض الايام بالفعل يحصل فيها ارتفاع او انخفاض، لكن ناكد ان دايما شهر 9 بيكون اقل من شهر 8، فان احنا شهر 9 ان شاء الله هيكون درجات الحراره فيه احسن بكثير من شهر 8، نسب الرطوبه تحديدا كمان هنبدا نشعر ان هي بتقل، لان احنا خلاص بيبقى بنقترب من فصل الخريف ان شاء الله مع 23 سبتمبر او 23/9 هيبدا فصل الخريف. هو دايما احنا في الفصول الانتقاليه زي الخريف والربيع بنقول هي بتاخد من سمات الفصول القبليه والبعديه، فاحنا حتى النص الاول من الخريف بيبقى فيه يعني موجات ارتفاع في درجات الحراره لكن مش بتبقى بنفس الشده اللي احنا بنشوفها في الصيف، فلسه الصيف بيبقى مكمل معانا فتره كده مع بدايه الخريف لكن مش بنفس القسوه طبعا، يعني تبقى اقل درجات حراره من فصل الصيف. عموما ربنا يطمنك يا دكتوره منار، وبشكرك على وجودك معانا النهارده، شكرا جزيلا. كانت منورانا دكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وكلامها مطمئن إلى حد بعيد، الحمد لله رب العالمين. تعالوا بقى نتعرف على آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي وفرقه المختلفة من خلال زميلتنا العزيزة روزان نصر الموجودة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يا روزان صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. طبعا هنبدأ يعني من داخل مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة، هكون متواجدة مع حضراتكم. الخبر يمكن مهم جدا فعايزة أبدأ فيه على طول. هنبدأ بخبر مهم جدا، يعني من ساعة يا كريم ما نزل امبارح وكل يعني الصحف والسوشيال ميديا بتتكلم عنه، يمكن خلاص يعني رحيل اللاعب والنجم محمد شريف عن صفوف القلعة الحمراء. النادي الأهلي خلاص بيوافق على رحيله الى الخليج السعودي، ويمكن بعد ما يعني نزل البيان الرسمي او الخبر ده محمد شريف كتب بوست يعني كبير جدا واثر الحقيقه فينا كلنا. خلينا طبعا يعني نستعرض مع حضراتكم نشوف كتب ايه. حابب اوجه الشكر لكل ما هو ينتمي للكيان الكبير وبيتي النادي الاهلي، اولا الجمهور، انا فعلا مش لاقي كلام يوصف ولا يوفي حقكم عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى، كنتم انتم خير دعم لي وبعتذر عن اي تقصير في يوم حصل مني، وهتفضل اصواتكم دايما معايا وجوايا يا اعظم جمهور في العالم. جمهور الاهلي هو من يصنع النجوم، دمتم نعمه. ثانيا اشكر اداره النادي الاهلي انها ساعدتني وادتني الفرصه اني اخرج من الباب الكبير ومن خلالها وتحت اشرافهم هم. ثالثا اشكر كل من زاملتهم وكانوا سند ليا وقت لعبي بالفريق، من لاعبين كانوا اخواتي ودايما في ظهر بعض، وبفضل الله وبفضلهم عرفت احفر واسجل ارقام هتفضل موجوده باسمي داخل سطور الكيان الكبير. اخيرا وجب التوضيح، عشت جوه النادي الاهلي 6 سنين من عمري، لذلك
كذلك طلبت من النادي أخذ كل الاحتياجات لضمان حقوق عودتي من جديد للدوري المصري من خلاله فقط. الأهلي مفيش حد يتشرط عليه، واللي متابعني خلال الست سنين لم أفتعل ولو مشكلة واحدة، وهذا من فضل ربي علي، لأنني أتعامل مع منظومة أعرف واجباتي اتجاهها وبكل تفصيلة ولنا عودة. يعني الحقيقة كلام كبير جدا من النجم محمد شريف، يمكن الكلام ده أكيد بيبين انتمائه ومدى يعني حبه للكيان الكبير. كل التوفيق أكيد للاعب محمد شريف يعني في السعودية، بنتمنى له طبعا كل الدعم والتشجيع. أرسل النادي الأهلي خطاب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بيطلب فيه التواصل مع الجهات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالساعة الكاملة لكافة المباريات في الموسم الكروي الجديد بعد التجارب الناجحة على مدار المواسم الماضية طبعا، والدور الكبير لرجال الأمن الذي يستحقون كل التحية والتقدير، ودايما بنذكر يعني جهدهم على الجهود طبعا اللي بذلوها، وكان يعني وراء النجاحات التي أعادت الروح للملاعب من جديد. أكد طبعا النادي الأهلي في خطابه أن الجهات الأمنية التي تعاونت مع كل عناصر المنظومة وأسهمت في نجاح المسابقات الرياضية في اللعبات المختلفة لن تتأخر كعادتها طبعا في تلبية يعني طلب الحضور الجماهيري بالساعة الكاملة في كل المباريات، طبعا بالإضافة إلى يعني جانب الأندية للعوائد الإيجابية من وراء طبعا مساندة الجمهور. قد إيه الجمهور مهم يا جماعة، يعني جدا في تشجيع ودعم اللاعبين، فده قرار مهم جدا. اخيرا حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على زياره الكابتن يعني حمدي جمعه لاعب النادي الاهلي السابق مستشفى المعلمين للاطمئنان على حالته بعد الوعكه الصحيه التي تعرض لها خلال الساعات الماضيه. يعني والتقى الكابتن كمان خلال الزياره بقيادات المستشفى والطبيب المعالج، وتاكد من توفير الرعايه والعلاج اللازم طبعا، واعرب عن امنياته بالشفاء العاجل وعودته بكل الصحه لاسرته مره اخرى. دي كانت أهم وأبرز الأخبار يا كريم اللي معايا النهاردة من النادي الأهلي فرع الجزيرة، بشكركم وعودة لكم مرة قبل ما تشكرينا. لا دي مش كل الأخبار يا روزان، انت مخبية عننا خبر، ما قلتلناش ليه في وسط الأخبار ان امبارح كان عيد ميلادك؟ شكرا يا كريم وانت طيب، وربنا يسعدك ايامك بعقبال مليون سنه، ويا رب دايما سعيده وفرحانه وناجحه في شغلك يا روزان، ونسعد دايما بوجودك معانا. كل سنه وانت طيبه وعقبال مليون سنه يا رب. طيب دي كانت زميلتنا العزيزه روزان نصر من مقر النادي الاهلي بالجزيره، وقالت لنا اخبار لطيفه جدا. طبعا الخبر متعلق بالكلمتين اللي كتبهم محمد شريف، طبعا كلام مؤثر جدا، وهو بيعبر عن فعلا رؤيه اي حد كان لابس تيشيرت النادي الاهلي في اي وقت من الاوقات ولاي فتره زمنيه من الفترات. لا هو قال من ضمن الكلام، قال لك النادي الاهلي ما حدش يتشرط عليه، دي عقليه اللعيبه اللي فعلا شربت مبادئ النادي الاهلي، واللي الحقيقه محمد شريف من اللعيبه اللي ليه ايادي بيضاء وليه ذكريات حلوه جدا وعطره جدا مع النادي الاهلي، ياما فرحنا. فبطبيعه الحال كل جماهير النادي الاهلي بيدعوا له بالثبات وبالتوفيق وبالنجاح. احنا نجاح محمد شريف وغيره من اللعيبه اللي بيخرجوا من النادي الاهلي من الباب الكبير كما هو الحال كما حدث مع محمد شريف، اكيد بنتمنى لهم كل التالق والنجاح اللي في الدنيا. بالمناسبه عندي كمان خبر حلو لحضراتكم، امبارح اعلن فريق استون فيلا الانجليزي تعاقده بشكل رسمي مع موهبه مصريه جديده عمر خضر. ده واحد من لعيبه فريق زد اف سي. الحلو في الخبر ايه بقى؟ ان اللاعب هيخرج في سن صغيره للدرجات دي، طبعا بنتمنى نشوف الموضوع ده متكرر كتير مع عناصر تانيه مميزه تخرج كلها للاحتراف بدري بدري، عشان بعد كده ما يبقاش عندنا اي فجوه بين جيل محمد صلاح وبين الاجيال القادمه. عمر خضر عنده 17 سنه، وبالمناسبه هو هينضم رسميا في 1 يوليو 2024 لاستون فيلا لما يوميها هيبلغ 18 سنه. وهيوقع يعني هيوقع وقتها عقد طويل الاجل. تاني محتاجين نشوف عناصر كتير مميزه، ويبقى عندنا منتخب بقى يا حضرات زي المنتخبات اللي حتى مش يعني مش بعيد عننا، عندها كم وافر من اللعيبه المحترفين في دوريات العالم كلها، منتخبات زي المغرب زي الجزائر زي السنغال وزي غيرهم. احنا نستحق هذا الامر، محتاجين نشوف
تكرار لقصة نجاح حد زي النني، حد زي تريزيجيه، حد زي محمد صلاح في دوري انجليزي وغير انجليزي. احنا عندنا مواهب زي الفل لو اتحطت في الاطار المظبوط، تاكدوا حضراتكم ان هم هيلفتوا الانظار، وزي ما حصل مع محمد صلاح بنحلم انه يحصل مع كتير كمان من لعبتنا المصريين. خبر الساعه بقى، اليومين اللي فاتوا كانت الدنيا مقلوبه، كلام كتير رايح وجاي عن ايه اللي هيحصل مع نيمار. امبارح كشفت تقارير صحفيه سعوديه واوروبيه عن التفاصيل الكامله لتعاقد نادي الهلال السعودي مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد ما اتمت اداره النادي السعودي اتفاقها مع اللاعب وناديه لضمه خلال فتره الانتقالات الصيفيه الجاريه. كل التقارير الحقيقه اختلفت عن او يعني حول قيمه التعاقد. البعض قال انه التعاقد ده تم مقابل 90 مليون يورو، ناس تانية قال لك لا ده 100 مليون يورو، ناس تالتة قال لك لا ده 150 مليون يورو، عشان يبقى الإجمالي في موسمين 300 مليون يورو. بس احنا الحقيقة يعني لسه النادي لم يعلن المقابل الرسمي، المقابل المادي رسميا حتى هذه اللحظة، لكن بعيدا عن التكهنات المتعلقة بالرقم الفيجر نفسه، لكن خلاص طبعا الموضوع اتحسم، وما زالت المملكة العربية السعودية بتفاجئنا وتفاجئ العالم كل يوم والتاني بمستجدات حلوة بتجلب من خلالها أهم وأكبر وأشهر وأغلى وأغلى لعيبة كرة القدم على مستوى العالم بينضموا للدوري السعودي. بالمناسبة يعني دي حاجة تسعدنا كلنا، مش بس كسعوديين، كسعوديين وكمصريين وكعرب بشكل عام. أي نجاح لأي دولة عربية يعني يلفت أنظار العالم ده نجاح لينا. فكرة إن يتقال إن عندنا في عالمنا العربي دوريات قوية وعندنا دوريات نسبة مشاهدتها كبيرة جدا وفيها نجوم العالم موجودين، دي حاجة تسعدنا جدا. فبنتمنى لهم اكيد المزيد من النجاحات ان شاء الله الفتره اللي جايه. جميل، قبل بقى ما نطلع الفاصل اللي جاي ده خلونا نتعرف على مجموعه من التمرينات الجديده. من المره دي هتكون مع كابتن ندى مدحت وهي مدربه بجيم السيدات في النادي الاهلي فرع الجزيره. احنا دايما بنعمل لكم تقارير مع كل الكباتن، بس بتبقى معظمها كباتن من الرجال، يعني هم الستات ما لهمش نفس كمان يلعبوا رياضه ويتعرفوا على شويه تمرينات لطيفه وسهله ممكن تتعمل في اي مكان حتى ولو كان في البيت. تابعوا معانا التقرير ده ثم فاصل ولا نعود. اتفضل. صباح الخير على جماهير واعضاء النادي الاهلي الكرام. النهارده هنشتغل على اللور بادي، هنشتغل على الرجل. اول تمرين معانا ايا كان هتشتغلي في البيت او في الجيم، هنستخدم ويت او ازايز ميه، بس الازايز لازم تكون بليمت متساوي مع بعضه. هنستخدم الويت، ايدي الاثنين جنب بعض، رجلي الاثنين بتساوي الحوض. هنزل بالهيب على ورا، سكوات، اهم حاجه ركبتي ما تعديش مشط رجلي. تاني هشتغل الهاب على ورا، اهم حاجه النفس. ده كان اول تمرين، هنشتغل عدات 8 وتكرار 3 مجاميع. لو هنزود في العدد فهنشتغل 10 عدات في 5 مجاميع. ده كان اول تمرين. تاني تمرين معانا همسك الويت، رجل واحدة على قدام والتانية ورا، الاتنين على تو لاين مش لاين واحد. هنزل بركبتي على تحت، محدش يعمل كده عشان ركبتنا، لا بنزل بالثقل كله في النص بطلع تاني. ده اللانجز، بشتغل على الرجل اب داون، بشتغل برضو التكرار 8 كل رجل في 3. ده كان تاني تمرين. التمرين التالت بوسع رجلي شوية وايدي هنا، هشتغل سايد وارجع تاني، سايد وارجع تاني، وهكذا الرجل التاني، سايد وارجع تاني. اهم حاجه النفس. برضو بشتغل، لو بنشتغل في البيت بازايز ميه، ازازتين جنب بعض، محدش يخلي ايده كده، الويت كله في النص. تالت تمرين هشتغل سكوات اب على المشط، سكوات اب على المشط. تاني رجلي بتساعد حوضي، الهيب على ورا، ركبتي ما تعديش مشط رجلي. تمام. نشتغل على السمانة او الكولف، ايديا هنا، رجلي الاثنين خطوة بسيطة، هطلع up down
اب داون. الويت ما بيتحركش ثابت. كمان مرة. التمرين ده ممكن نستخدم ويت اعلى شوية، يعني هستخدم ازازة كبيرة ايا كان فيها مية او حاجة اتقل. الويت بيبقى هنا، رجلي زي ما قلت بطلع برضو اب داون. العداد بتاعتنا 8 3. تمام. نعمل شكل تاني وانا هنا رجلي الاتنين مش رجلي بره، بنزل سكوات ركبتي على بره اب. برضو تكرار 8 3، او لو في قدرتنا نعمل اكتر هنشتغل عدات اكتر. كان معاكم كابتن ندى مدربه في الجيم النادي الاهلي، اشوفكم مره ثانيه. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، رجعنا عشان بقى نبتدي معاكم اولى فقراتنا الحواريه. وكنت بقول لكم في الانترو بتاع حلقتنا النهارده ان احنا من الرياضات اللي خدنا بالنا ان بقى لنا فتره ما بنتكلمش عنها، علما بان فيها نجاحات مدويه بتحصل، رياضه الجولف. فاحنا النهارده منورني ومشرفني كابتن عيسى ابو العيله، بطل مصر في الجولف. وان كان برغم كونه بطل مصر في الجولف لكن مش بيتكلم عربي قوي، هنعرف منه ليه ايه سبب هذا الامر. منور الدنيا يا عيسى، اهلا بيك. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. طب انت زي الفل اهو، امال قلقتني عليك ليه وقلت لي العربي مش قد كده؟ لا، بقالي فتره طويله عايش بره. انت مقيم في امريكا؟ فمدرسه والجامعه كنت في امريكا، وطبعا مركز قوي في الجولف، فما برجعش مصر كتير. اوكي. فبلعب في اوروبا وفي ايجا، فبالنسبه لي بيبقى صعب قوي ان انا ارجع مصر والعب في مصر. ففي اوقات طبعا برجع عشان ظروف، بس أكيد في الاخر. وحاليا انت مقيم في مصر ولا؟ لا انا في مصر. دلوقتي مقيم في مصر بالزبط. طب عاده الناس في امريكا بالذات في السن الصغيره، لما انت بتقول كنت في مدرسه كمان هناك في امريكا، عاده لما بيحبوا يمارسوا رياضه بيروحوا مثلا للباسكت بول، للبيسبول، للرجبي، للامريكان فوتبول. انت رحت للجولف، اشمعنى؟ طبعا كلنا بنبتدي بالكوره هنا في مصر، فانا لقيت ان الجولف بالنسبه لي عاجبني ان هو تلعب لوحدك، فبعرف اركز مع نفسي ومش مش لازم ابقى واثق في ناس تانية، ببقى مركز معايا. وطبعا ابويا بطل العرب بقاله فتره، فهو اللي شجعني ابقى لعيب جولف. اوكي، فطبيعي انك تلعب جولف. انا ما كنتش اعرف الخلفيه دي، ما اعرفش المعلومه دي. اوكي، فبس اكوردنج دي اخترت ان انت تلعب الجولف. جاء وقت اول ما تميت 14 اني عايز اركز في رياضه معين، وكان طبعا ما بين كوره وجولف، نقيت جولف ونقلت امريكا عشان اعرف العب على مستوى اعلى، واداني فرصه اني العب في الجامعه في امريكا، ونجحت في الجامعه وكملت بعديها على طول. طيب بحكم ان انت ما بين مصر وما بين امريكا في رياضه الجولف، هل في فرق في ممارسه رياضه الجولف في مصر عن امريكا في كواليتي لاعبي الجولف المصريين اف كومبيرد بالامريكان؟ طبعا في امريكا عندهم فرص اكتر، عندهم ملاعب اكتر، عندهم لعيبه اكتر، فطبعا الامريكان من احسن لعيبه في العالم. فلو بصينا دلوقتي على الورلد رانكينج من اول 100 مش هتلاقي ناس كتير مش في امريكا او مش بيلعبوا في امريكا. فاحنا دلوقتي مسيطره على الرياضه دي بالظبط، وفي اوروبا دلوقتي كمان، بس ان شاء الله قريب دلوقتي باللي بيحصل مع السعوديه بيدوا فلوس للدول العرب عشان يكبروا اللعب. فبالنسبه لنا ان شاء الله قريب انا شايف ان في لعيبه عرب هيعملوا نتائج على مستوى العالم. اوكي، طب ده بالنسبه للعيبه العرب. طب بالنسبه للعيبه المصريين، انت شايف رياضه الجولف في مصر عموما عامله ازاي؟ في تحسن طبعا، المنتخب بتاعنا صارفين فلوس كتير قوي ان الناس يجربوا الجولف. فدلوقتي لو انت رحت اي نادي زي نادي الجزيره او سبورتنج مدينتي، عندنا انديه كتير قوي اللي احنا بندي فرص للعيبه من سن 5 ل 12 ان هم يجوا ويجربوا جولف، ولو عجبهم بندي لهم فرص يكملوا ويلعبوا ماتشات. وان شاء الله باللي احنا بنعمله في المنتخب هنعرف نكبر اللعبه ونعمل ونلاقي لعيبه يبقوا على مستوى العالم ان شاء الله.
في ناس كتير يا عيسى عندها انطباع ان الجولف دي رياضه الويل اوف بيبل، يعني الناس اللي عندهم امكانيات ماديه قويه، وانها رياضه مكلفه، فالى اي درجه هي فعلا مكلفه؟ على حسب، انا شايف ان بالمنتخب بيعملوا طبعا بيدوا ناس من كل الويلث ليفلز الاوبورتيونيتيز، بس في الاخر هي على حسب انت هتوصل للليفل ايه بالظبط. فلو انت عايز تبقى محترف وعايز تسافر وعايز تلعب وعايز تبقى من اللعيبه الكويسين، طبعا تبقى مكلف، بس في فرص للناس اللي هم عايزين يلعبوا فور فن، فبتبقى على حسب حقيقي انت شايف الليفل بتاعك هيوصل لايه. اوكي طيب، وبالنسبه للاتحاد المصري للجولف، وانت كنت جاي النهارده منورنا مع كابتن تيمور ابو الخير طبعا اللي بنبعت له تحيه كبيره جدا، صديق عمره وصديق طفوله، وهو نائب رئيس الاتحاد المصري للجولف، وكمان هو عضو مجلس اداره اللجنه الاولمبيه المصريه، فكل التحيه لتيمور. الاتحاد عامل معاكم ايه؟ هل في مثلا بيبقى في طلبات معينه عند بعض الجولفرز المصريين وما فيش مثلا امكانيات قوي في الاتحاد، ولا كل الطلبات بتبقى مجابه وفي امكانيات كويسه في الاتحاد؟ طبعا بالنسبه لي انا عشان بلعب بره وحاجات كده انا ما عنديش اي حاجه، هم بصراحه بيساعدوني قوي وهم بيدوني فرص، اللي هو لو انا عايز العب في السعوديه عايز اروح اي حته في العالم هم بيساعدوني وبيدوني الفرصه اللي انا اسافر، بس ده بالنسبه لي انا عشان انا بلعب بطولات كبيره. طبعا انا ما اقدرش اتكلم عن الناس التانية، بس من اللي انا عارفه ان هم بيساعدوا قد ما يقدروا وبيجربوا يحسنوا الجولف في مصر في كل طريقة هم ممكن يعملوها. أوكي. أكبر وأهم تجربة ليك في بطولة من البطولات العالمية الكتيرة اللي أنت اشتركت فيها قبل كده، كانت ألطفهم إيه وأصعبهم إيه؟ طبعا لعبت على اليوروبيان تور السنة دي، لعبت في أبو ظبي وفي دبي. طبعا كان في لعيبة زي روري و جون رام وكل الناس ديت، طبعا دول اكبر اسامي في الجولف، فاني اعرف اصفي واخش البطوله ديت كانت حاجه كبيره ما حصلتش قبل كده. وانت بتشوف طبعا اللعيبه دي مستواهم عاليه وانا عايز ابقى زيهم. وبالنسبه لنا لسه من اسبوعين منتخب مصر رحنا المغرب عشان نلعب بطوله العرب، والحمد لله فزت بالبطوله ومصر طلعت تاني. جميل. طيب انت عموما يومك، يعني مثلا وانت قاعد في امريكا بيبقى يومك عامل ازاي؟ بتتدرب كم ساعه في اليوم؟ وهل بيبقى في تدريبات تانية مثلا مطلوبه ليها علاقه بالفتنس مثلا، او ليكوا نيوتريشن معينه لازم تفضلوا ملتزمين بيها، حاجات زي كده؟ جولف مش زي كل الرياضات، احنا بالنسبه لنا لازم في حاجتين احنا لازم نركز عليها، تبقى الكور والرجلين. أوكي. ده اهم حاجه، بس احنا بالنسبه لنا كل يوم ممكن على حسب انت عايز تتمرن قد ايه. انا بالنسبه لي واحد بيحب يتمرن اقل من كل حد، بس ابقى ملتزم في اللي انا مركز فيها. فلو في حاجه معين في اللعب اللي انا عايز اركز عليها، بدل ما اقعد 5 ساعات هقعد ساعتين، بس هبقى مركز قوي. وبالنسبه لي اتحسن في الساعتين دول اكتر من بقى اقعد 5 ساعات وما استفدتش باي حاجه. يعني ليها علاقه بالكواليتي بتاعت التايم اللي انت بتقضي فيه التمرينات بتاعتك. بالظبط. اوكي. بتفكر في ايه؟ بتحلم بايه؟ يعني مخطط لنفسك في عالم الجولف؟ هل حاطط بلان معينه لنفسك؟ دلوقتي بس امثل مصر في كل البطولات ممكن اعملها واشرف كل حد والعب كويس. وعايز ابقى انسبريشن للجونيورز، انا عايز اشوف ملهم ليهم يعني. بالظبط، عايز ان كل حد دلوقتي في جونيورز كتير قوي وهم عندهم 15 16 سنه، انا عايزهم يشوفوني ويقولوا عايزين نبقى زي عيسى، عايزين نتمرن وعايزين نبقى ملتزمين في الجولف، وان شاء الله يجي لهم فرص في امريكا، يجي لهم فرص بعد الجامعه كمان ان يلعبوا بطولات ويكسبوا. بالتالي يعني الجولف من الرياضات اللي ملهاش يعني ليميت في العمر، يعني احنا بنشوف شباب صغيرين وبنشوف ناس كبار في السن، فملهاش بقى يعني سقف معين، صح؟ لا خالص. طبعا كل حد بيتمرن على حسب عنده كام سنه، بس الحلو فيها اللي هو انا بلعب مع اخويا الصغير اللي عنده 17 سنه، بس انا كمان ممكن اتمرن مع ابويا، فاحنا بالنسبه لنا جولف ده كوميونتي بيست. فالميزه في الجولف اللي احنا مش السن اللي بتحكم في جولفك،
فبالنسبه لنا الانتراكشن ما بين الناس، كمان لو انت مش عايز تلعب بهاي ليفل الانتراكشن بيبقى حلو قوي، واللي احنا بتبقوا اصحاب في الجولف. اوكي، احنا واحنا بنتكلم شفنا كام صوره كده، بس عايزين نسمع تعليقك عليهم. يعني في صوره منهم مش عارف ده انت وانت صغير ولا ده صوره لحد تاني، لو الزملاء بس ينزلوا الصور. الزملاء في الكنترول على قيد الحياه وسامعني. ايوه حمد لله على السلامه مثلا. لا دي مش دي الصوره اللي اقصدها، بس اوكي. طب يعني ده كان فين الكلام ده يا عيسى؟ افتكر ده في نادي الجزيره. اوكي، انت كنت حاضر اليوم ده؟ لا، فده عندنا احنا مدرب على اليمين اسمه ريتشارد. أوكي. هو تبع المنتخب، هو جاي يوري الناس ويسيبهم يجربوا الجولف لاول مره، ودي حاجه احنا بنحب نشوفها طبعا. انا بالنسبه لي اطفال صغيرين قوي يعني. بالظبط، فدي حاجه حلوه قوي بالنسبه لنا، اللي احنا نجرب نشجع الناس يجوا يجربوا الجولف، وكمان لو هم مش عايزين يلعبوا فول تايم او مش عايزين يكملوا، على الاقل يعرفوا ان ممكن الجولف يتلعب في اي وقت. فدي بالنسبه لي بتبقى حاجات حلوه. اللي انا ما فكرتش ان انت شخصيا تعمل حاجه زي كده اورينتيشن للاطفال الصغيرين للرياضه دي مثلا باي شكل؟ بيبقى صعب قوي عشان انا بلعب، ففي فرق ما بين اللعب واللي تبقى مدرب. طبعا لازم اكون ذاكرت وعملت حاجات كتير قوي اني اعلم الناس. أوكي. بس انا بالنسبه لي بعمل حاجات كده مع طبعا المنتخب اللعيبه الجونيورز، عشان ببقى مستواي فاهم هم عايزين يعملوا ايه. بس طبعا بالناس اللي هم بيبتدوا جولف بيبقى اصعب بالنسبه لي انا. اكيد. طب ما تعرفنا كده على يومك في مصر عامل ازاي بالمقارنه باللي كنت انت بتعمله في امريكا؟ يعني دلوقتي في مصر من اول ما بتصحى بتقضي يومك ازاي؟ لا دلوقتي بشتغل، فعندي شركه ايزي ابيرل، لبس هدوم رياضه. اوكي. فبقضي طبعا معظم يومي وقتك كله طبعا. وبعديها بتمرن ساعتين ثلاثه في اخر اليوم بعد الساعه 5 طبعا في النادي مع اصحابي. بنروح على حسب، لو عندي بطوله قبليها بشهر بركز اكتر في التمرين. بس انا بالنسبه لي يوم طبيعي زي اي حد. والبطولات اللي انت شاركت فيها او حتى حضرتها في مصر حتى لو ما كنتش مشارك فيها، شايف مستوى اللعبه دي في مصر كويس؟ شايف البطولات اللي بتتنظم في مصر يعني قريبه حتى من اللي بتتعمل في امريكا؟ طبعا. احنا التنظيم بتاعنا في الماتشات في مصر بتبقى من احسن حاجه، يعني احنا ممكن نقارن نفسنا مع امريكا. هايل. انا بالنسبه لي يعني من قريب احنا عملنا بطولة افريقيا في الجونة السنة دي. أوكي. طبعا كل اللعيبة من من جنوب افريقيا ومغرب وكل العيال جم مصر. أوكي. وعجبهم قوي البطولة، فطبعا المغرب فازوا بالبطولة، بس كتنظيم عجبهم قوي ما بين الاوتيل والملعب، تنظيم الملعب. أوكي. كل حاجة. فبالنسبة لنا احنا ممكن نبقى مستوى بره، بس طبعا لازم نشجع الناس اكتر يجوا يجربوا يلعبوا الجولف. انا كنت عايز اسالك كمان، هل في حاجات معينه ناقصانا في مصر عشان رياضه الجولف حتى تنتشر اكتر من كده بكتير؟ لان هي لغايه النهارده هي برضو اللي بيمارسوها فئه معينه من المجتمع، مش زي كره القدم مثلا او رياضات تانية منتشره في كل المدارس والجامعات. ايه اللي ممكن نعمله عشان نوصل رياضه الجولف ان هي تنتشر بالشكل ده؟ طبعا زي الكورة، كل حد بيجرب الكورة، احنا بس عايزين الناس يجوا يجربوا الجولف زي ما كله بيجرب سكواش تنس. احنا بس شايفين ان الجولف لازم حد يديها فرصة، ولو عجبه هيكمل. احنا بالنسبة لنا وقت كوفيد ناس كتير قوي جربوا الجولف وعجبهم، وناس من اصحابي كتير قوي وناس انا معرفهاش بس في سني دلوقتي، احنا كلنا بنلعب مع بعض كل جمعة والسبت، ودلوقتي هما بيتمرنوا اكتر مني اوقات. اوكي، حبوها بقى. جدا. اوكي، جميل. طيب وبرضه عايز ارجع لفكره الاتراكشنز اللي في الرياضه دي. يعني لو دلوقتي حد بيتفرج علينا عنده ابنه الصغير او بنته الصغيره بيفكروا يلعبوا جولف، ايه الاتراكشنز اللي تقول لهم عليها في الرياضه دي عشان تشجعهم على ممارستها؟ هي بالنسبه لي بتبقى لو هو هيتعرف على ناس سنه، فلما يتعرف على ناس سنه وهم كلهم هيقعدوا بره ويلعبوا هيلعبوا، هيجي له فتره طبعا الجولف او اي رياضه طبعا تبقى صعب في الاول، بس اول ما يبتدي يتحسن ويبقى احسن ويعمل علاقات
كويسه في الجولف هيبتدي يحب اللعبه. يعني انا شايف ان زي الكوره واي لعبه تانية انت لازم تجرب وتبقى مميز، تقعد تجرب تجرب طب. لغايه ما توصل انك بتحب اللعبه، فدي بس اول مره لازم تجرب. انت شخصيا يا عيسى ايه اكتر حاجه بتحبها في الجولف؟ والله في اوقات الجولف ده بتبقى اكتر حاجه معصبني في اليوم يعني. ما انت عشان حياتك كلها جولف طبعا. لكن عموما شايف ايه اكتر حاجه فعلا لطيفه في الرياضه دي بعيدا عن فكره المنافسه؟ يعني بعيدا عن الستريس اللي ناتج عن المنافسه، بتلعبها بتمارسها عادي مع مجموعه اصدقاء، ايه اكتر حاجه بتحبها فيها؟ لا انا بروح الجولف بهزر مع اصحابي، يعني لو انا رايحين نلعب انا واصحابي بنروح بنهزر بنروح بنضيع وقت، يعني هي 3-4 ساعات بنلعب جولف بس، في اوقات اللي احنا بنقعد مع بعض ونقعد نتكلم يعني فيها سبيس للفن مش مجرد تركيز وفوكسنج و فيها فن كمان متعه. يعني جولف مش كلها بتبقى سيريس، في اوقات انت تروح عشان تبقى فور فن، فانا بروح ممكن مره كل اسبوعين بروح مع اصحابي بناخد جولف كار في اي نادي ونلف ونضحك ونلعب ونهزر، فهي مش سيريس خالص. بس طبعا لما بيجي وقت بطولات تبقى حاجه تانية، تبقى سيريس وقتها طبعا، بس أكيد. قبليها تبقى اكتر حاجه انا بحب استمتع مع اصحابي. اوكي، هل مثلا مخطط لنفسك ان انت هتفضل لاعب جولف فور ايفر، ولا ات سام بوينت ممكن مثلا تاخد حاجه تراك تاني تمشي فيه، اداره، تدريب، عضويه مجلس اداره الاتحاد؟ يعني هل فكرت في الحكايه دي؟ لا طبعا زي ما انت قلت الجولف ملوش سن. تمام. فلحد ما انا اشوف انا اخري هيبقى امتى كلعيب مش هفكر في اي حاجه تانية. بس طبعا انا شايف ان الاداره بتاعنا كويسين قوي دلوقتي، عندنا ايمن وتيمور طبعا اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه، فانا شايف ان هم واخدين الخطوات الصح. فلحد دلوقتي انا ممكن ادي رايي بس انا مش عايز اتداخل في الموضوع لغايه ما انا كلعيب اخلص. اوكي فهمت قصدك. اوكي، انت واحد عشت حياتك كلها تقريبا في امريكا وجيت ريسنتلي بس على مصر، لما جيت واستقريت بقى في مصر ايه اكتر حاجات بسطتك وشفت ان هي اتغيرت قوي عن زمان اخر حاجه كنت فاكرها في مصر، واكتر حاجات انزعجت منها؟ طبعا انا عشت بره فتره، بس انا بالنسبه لي اللي عجبني قوي ان هو دلوقتي بقى في ملاعب كتير، في فرص كتير قوي للجونيورز يلعبوا. خلي بالك انا مش بسالك في دنيا الجولف، انا بكلمك عموما يعني لا لا عن الجولف. لا لا كان في كالتشرال شوك باي حال من الاحوال ولا الدنيا مشت بشكل ناعم؟ لا لا انا عشت في مصر فتره طويله قوي ف ما فيش اي حاجه كالتشرال شوك، انا باجي كتير، كنت باجي كتير كمان لما كنت عايش بره. أوكي. فما فيش كالتشرال شوك خالص، وانا بالنسبه لي عايش يومي عادي زي كل حد. بس كويس ان انت برغم السنين الطويله اللي عشتها في امريكا لكن محافظ على اللغه العربيه زي الفل. الحمد لله. قبل ما نبتدي اللقاء بيقول لي انا ما بتكلمش عربي، لكن انت زي الفل بسم الله ما شاء الله عليك. بجرب يعني. لا لا عامل شغل جميل، وطبعا بنتمنى لك كل النجاح والتوفيق اللي في الدنيا. انبسطنا جدا ان انت نورتني النهارده. اشوفك على خير باذن الله. شكرا جزيلا ليك. طيب يا حضرات خلونا نطلع فاصل ونرجع نستقبل حضراتكم في ثاني فقراتنا الحواريه، خليكم معانا. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. تعالوا بقى نتكلم في الفقره دي شويه عن كره القدم العالميه والمستجدات اللي بتحصل كل يوم والتاني، وسوق الانتقالات والميركاتو الصيفي وحاجات كتير قوي كمان، من ضمنها اكيد انطلاق الدوريات الاوروبيه الاكبر والاهم. بنرحب بضيفنا اللي منورنا في حلقتنا النهارده الاستاذ احمد غنيم الناقد الرياضي. يا صباح الفل عليك يا فهمي. صباح الخير عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي قناه النادي. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. نيمار اخر المستجدات خلاص وقع الهلال، والسعوديه مستمره في ابهار العالم، ايه رايك في اللي بيحصل ده؟ لا هو مشروع طبعا بروجكت بدا يعني واضح ان هم مخططين له من فتره، وبدا طبعا منذ استخدام البرتغالي كريستيانو رونالدو الى النصر في يناير الماضي بشكل مجاني، بعد كده طبعا العجله بدات تدور في لكن طبعا العجله دارت بشكل بصراحه لم يكن احد يتخيله بهذه السرعه. طبعا الصفقه في وجهه نظري اهم صفقه واهم يعني من الناحيه التسويقيه اهم حتى من صفقه كريم بنزيما، هو صفقه التعاقد الهلال مع نيمار بصراحه. لان نيمار الحقيقه لاعب تسويقيا مهم جدا، عانى في السنوات الاخيره مشاكل اصابات ومتخبط في
المستقبل ازاي كان بيبقى قيمه لان قيمه تسويقيه صفقه مهمه جدا للهلال. خلاص تم الاتفاق وتوقيع العقود وخضع الفحص الطبي في العاصمه الفرنسيه باريس بالامس. الصفقه هتتكلف حوالي بحسب المصادر الموثوقه من 90 لقرابه ال 100 مليون يورو سيدفعها الهلال الى نادي باريس سان جيرمان. راتب نيمار السنوي سيكون قريبا بعض الشيء من كريستيانو رونالدو ممكن بالبونس والاضافات والحوافز بيصل ل 150 مليون يورو عقد لمده سنتين. يتبقى فقط الاعلان الرسمي للمتواجد. يا لها بالحوافز يا ابو حميد. بالظبط يا لها عندنا لما بتقول كلمه حوافز بنتكلم في 400 جنيه يعني عاده المصطلح ده في عالم الموظفين بيبقى الرقم كده. انت بتتكلم في حاجه عايز اقول لك يا كريم يعني الهلال يعني بعد يعني في انتظار اعلان صفقه نيمار اللي هو خلاص وقع العقد الهلال بات اول فريق في تاريخ العرب وفي تاريخ قاره اسيا القيمة السوقية بتاعت لاعبيه بتتخطى حاجز ال 200 مليون يورو 223 مليون يورو طبعا بعد وصول نيمار لان القيمة السوقية بتاعت نيمار حاليا 60 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت. وبالتالي طبعا ان يكون الهلال اول فريق في تاريخ العرب واسيا بيصل ليتخطى يعني بيقترب من حوالي ربع مليار القيمة السوقية بتاعته دي عمرها ما حصلت. بالمناسبة الهلال من اكثر الاندية حاليا يعني بعد صفقة نيمار هيبقى من اكثر الاندية انفاقا في الميركاتو مع تشيلسي طبعا لان تشيلسي كمان يعني عامل صفقة تاريخية بالامس مويسيس كاسيدو اغلى لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي بحوالي 115 مليون استرليني. لكن صفقة نيمار صفقة مهمة جدا من ناحية التسويقية للدوري السعودي. مفيش اعارة لبرشلونة كل ما اثير عن هذا الامر الهلال هي ان هو هيجي يلعب الهلال احتمال حتى يلعب مباراة الفيحاء في الجولة الثانية من الدوري السعودي يوم السبت المقبل باذن الله احتمال كبير يكون متواجد في القائمة لسه مش عارفين. لكن بالتاكيد في حفل استقبال ضخم ليه في العاصمة السعودية الرياض بيكون بحضور حوالي اكثر من 70 الف متفرج. متوقع ان حفل استقبال ممكن يكون بكرة وممكن يكون بعد لسه مش عارفين لكن بنسبة كبيرة جدا الاعلان الرسمي عن الصفقة سيكون مساء اليوم باذن الله. في اليومين اللي فاتوا كلمة او عبارة منفتح على اتكررت واقعتين. واقعة اللقطة اللي حابب برضو أقف معاك عندها لقطة محمد صلاح وخارج بعد يعني ما طلب استبداله في دقيقة حاجة وسبعين تقريبا في اللقاء الأول في الدوري بقى النسخة دي من الدوري الإنجليزي ليفربول قدام تشيلسي. وانت اكيد شفت حالة الغضب اللي كان عليها محمد صلاح وكان طالع يعني قالب وشه تماما. وخدنا بالنا ان يورجن كلوب عمل نفسه مش واخد باله عشان ما يضطرش يدخل في اي في بعض الصحف حاولتها بالامس يعني في احد الصحف او احدى القنوات الشهيره القطريه الرياضيه القطريه قالت ان في مصادر ليها ان محمد صلاح بات منفتح على الانتقال الى الاتحاد بعد ما كان رافض. لكن بعد اللقطه دي بعد اللقطه دي لكن انا اعتقد صعب يعني انا يعني ولا اتمنى بصراحه مش عشان يعني اكيد الدوري السعودي دوري قوي جدا وكل حاجه لكن محمد صلاح يعني هو النجم الوحيد لينا يعني بعكس نجوم مثلا كتير مثلا سواء برازيليين او افارقه حتى احترفوا دلوقتي في الدوري السعودي. احنا يعني عندنا محمد صلاح محمد النني الاسماء بتاعتنا في الدوريات الاوروبيه الخمسه الكبرى مش كبيره وصلاح قادر على يعني تقديم الاضافه. احنا شاهدناه في مباراه ليفربول وتشيلسي هو اللي صنع الهدف بتمريره ساحره لويس دياز وكان قريب جدا من تسجيل هدف وكان يدخل يعني تاريخ البريمير ليج كاول لاعب يسجل اكتر عدد من الاهداف في جولات افتتاحيه في تاريخ المسابقه بشكلها الحالي. لكن طبعا هو قرار كلوب قرار خاطئ لكن برضو عشان اكون يعني امين مع نفسي امين مع الساده المشاهدين برضو ردة فعل صلاح يعني كان المفروض هو لاعب مبالغ فيها سنه مبالغ فيها سنه المفروض يبقى في كنترول اكتر طب من ليه القرار كان خاطئ في رايك؟ يعني هو في الاخر يعني هو نفسه يورجن كلوب نفسه قال في المؤتمر الصحفي ما معناه ان طبعا محمد صلاح ما معناه انه ظاهره كرويه ومحطم للارقام القياسيه لكن في الاخر انا المدير الفني هو بالتاكيد ما هو كلام موزون برضه بالظبط هو كلام كلوب كلام محترم جدا لكن كقرار فني لا انا مختلف معاه لان انت ليه؟ التبديلات اللي نزلتها اصلا مش تبديلات هجوميه انت واحد واحد وانت خارج من موسم ماضي صعب جدا وبتبدا قدام تشيلسي وفي ملعب تشيلسي وعايز تحقق مكسب تقول للناس انا موجود والموسم ده هيبقى مختلف عن الموسم اللي فات وكون بدايه قويه. طبعا دي مش مؤشر على الموسم ده لكن انا بتكلم انت كنت عايز تحقق الانتصار. محمد صلاح هو اللاعب الوحيد حاليا القادر على احداث الفارق في ليفربول. شاهدناه في الشوط الاول اكتر من فرصه كره في العارضه صنع الهدف لويس دياز الهدف لعه لم يحتسب بعد رجوع لتقنيه الفي اي ار فلا يعني كان المفروض محمد صلاح يكمل لكن ده ما يبررش يعني رده فعل محمد صلاح المفروض يبقى فيه لان هو وصل لمرحله احترافيه كبيره جدا فكان يفترض يكون اكثر من كده. عشان وصل للمرحله اللي انت بتتكلم عليها ناس كتير اندهشت شويه بالزبط. او انزعجت بالزبط. حتى خلينا نقول من مبالغته في رده الفعل بالزبط. بتاعته يعني بالظبط لان هي كمان جايه في وقت هيبقى فيه القيل والقال كتير لكن انا برضو يعني صحيح انه ما عجبنيش يعني ان كلوب غير محمد صلاح لكن في نفس الوقت كلوب اولا لم يتحدث معه تركه خالص في المباراه طبعا. عشان ما يحصلش اي تنشن قدام الكاميرا والصحافه الانجليزيه في الحاجات دي يعني ما بتصدق بصراحه يعني والصحف العالم كلها احنا كصحفيين في الاول في الاخر احنا هدفنا يعني بنرصد اللقطات والخبر طبعا. لكن في نفس الوقت الحمد لله ان الناس طلعت من ماتش امبارح كله على فكره باللقطه دي بالظبط وقفوا عندها هي وفي اوروبا مش في مصر بس عشان طبعا. محمد صلاح حتى في الصحف البريطانيه تحديدا لكن انا يعني
لا اتمنى ولا اتوقع ان محمد صلاح يروح الدوري السعودي، طموحه كبير جدا. ورامي عباس نفسه من كام اسبوع نفى القصه دي تماما وكيله طبعا، وقال ان احنا يعني مستمرين مع ليفربول حتى على الاقل حتى نهايه العقد في 2025، وانا اتمنى ذلك باذن الله. طيب دي لما عباره منفتح على الدوري السعودي ما اتقالت على محمد صلاح، نفس الكلام اتقال في اطار مختلف حبتين عن ميبابي وفكره ان هو عاد مره اخرى ليكون منفتحا على التجديد مع باريس سان جيرمان. كان كيليان بابي كان يعني لان اداره باريس كانت واضحه جدا، اما ان تجدد وعلى الاقل يعني ممكن نتفاوض بقى، انت ممكن نحط شرط جاهز ان تمشي في صيف 2024 بس احنا نستفيد ماديا، لكننا لن نسمح برحلتك مجانا، وان استمرت على موقفك سيتم تجميدك طوال الموسم. وبالتالي هو كيليان مبابي صعب جدا عليه انه يقعد سنه كامله ما يلعبش، خاصه ان الصيف الجاي كريم صيف 2024 في اولمبياد باريس، واعتقد ان كيليان مبابي سيكون متواجد في قائمه منتخب فرنسا. وعندنا ايضا كاس الامم الاوروبيه التي تنظمها المانيا باذن الله، وبالتالي بالتاكيد هو يريد ان يلعب عشان يشارك في البطولتين دول. بلس طبعا من يعرف يعني هو في مشروع جديد حاليا، بروجكت جديد مع لويس انريكي، صحيح ان البدايه كانت متعثره ضد لوريان في الدوري الفرنسي وتعادلوا 0-0، لكن واضح ان في اسماء جديده، ما بقاش في واضح ان البروجكت اتغير كلنا كريم في باريس سان جيرمان، ما بقاش في اعتماد على الاسماء الرنانه، نيمار مشي، ميسي مشي، بارادايس خلاص راح رايح روما، ريناتو سانشيز رايح روما، ماركو فيراتي مش عارفين حتى الان اذا كان هيروح للهلال ولا هيبقى، لكن باريس سان جيرمان منفتح على بيعه لكن بمبلغ معين الى الهلال السعودي، لسه مش عارفين هيمشي ولا يقعد. فلا يعني واضح ان في بروجكت جديد لباريس سان جيرمان، فانا اعتقد ان كيليان مبابي خد القرار السليم، واعتقد ان ممكن نشاهده طبعا لسه حتى المفاوضات لسه يعني ما انتهتش او مش عارفين نجحت او فشلت، لكن انا اتوقع ان كيليان مبابي سيتم يعني ممكن يتم تجديد عقده 2025 مع وضع بند شرط جزائي بيسمح ليه الرحيل في 2024 مقابل مادي، بمقابل مادي، واعتقد ده ممكن يكون حل مرضي للجميع الاطراف. فكرك الكلام ده ممكن يحصل بعد الضغينه المعلنه واللي شفنا لها مظاهر كتير بينه وبين ناصر الخليفي؟ بالظبط يعني، لكن هو في الاول وفي الاخر هم ناس بروفيشنالز وكل واحد بيدور على مصلحته. كيليان مبابي يعني ان استمر الموسم ده هياخد مكافاه الولاء، واخد الجزء الاول القسط الاول منها 40 مليون يورو، وتبقى 40 مليون يورو ليه اخرى هياخدها في 31 اغسطس ان شاء الله، واتوقع ان ياخدها خلاص ان هو مكمل خلاص ودخل خلاص ودخل في التمرينات. ناصر الخليفي كرئيس نادي وكرجل اعمال هو بيبص على مصلحته وعايز يحقق اكبر مكاسب، هو قال لن اسمح برحيل كيليان مبابي. يعني هو كان من مصلحته انه يخبط التخبيط اللي شفناه ده من اعتقد جاب اوتي سيمارو بدليل ان كيليان مبابي رضخ، واعتقد ان في كلام ان هو ممكن يجدد عقده 2025 حتى لو هناك شرط جزائي، لكن بالتاكيد النقطه الكي في الموضوع كله انه لن يسمح برحيله مجانا، وان باريس سان جيرمان يحقق مكاسب ماليه من وراء بيعه. من ضمن الاخبار اللي انا كنت بقولها للمشاهدين في حلقه النهارده كان منهم خبر حلو اكيد خدت بالك منه واكيد عرفته حتى من قبل كده، بفكره انتقال لاعب مصري للبريمير ليج وهو عنده 17 سنه استون فيلا لما تعاقد مع عمر خضر لاعب زاد اف سي. بص الواحد انبسط يعني عارف، فرحت كده وحسيت ان دي ايه تنديعه لحاجه حلوه جايه، ان تجربه محمد صلاح ممكن نشوف لها يعني وعمر فايد كمان متكرره. عمر فايد مدافع المقاولون على ابقاب قوسين الادنى خاص من انتقال لنادي فنربخشه التركي، واحد من اعرق الانديه التركيه. يعني نتمنى ده اللي احنا والله كنت يا كريم بنادي بيه يعني بقالي سنين، ان احنا يا جماعه لازم نفتح الباب للاحتراف اللاعبين في السن الصغيره، ده هيقوي منتخب مصر لو احنا عايزين نحقق حاجه في كاس العالم زي ما عمل منتخب المغرب وزي ما عمل منتخب السعوديه. فنتمنى، انا شايف دي خطوه مهمه جدا ليه. طبعا هو لسه هيبدا مشواره ان شاء الله في من لما يوصل سن 18 سنه، في من يعني تحديدا من صيف 2024 ان شاء الله هيبدا مرحله يعني بتجربته الاحترافيه مع استون فيلا. شفناه في صور متصور مع فيليبي كوتينيو احد اهم اللاعبي استون فيلا، متصور برده مع اوناي امري المدرب، فانا ان شاء الله تكون تجربه كويسه ليه، ونتمنى يعني اكتر يعني زياده اكتر عدد اللاعبين المصريين المحترفين في اوروبا، ونشوف اكتر من محمد صلاح. مش محمد صلاح واحد يعني، محمد صلاح عليه 31 سنه يعني، هي كلها يعني طبعا رب يعني ايا كان الوقت اللي يقعده في الملاعب، لكن خلاص يعني سنين قليله وحقبته خلاص هتنتهي، فاحنا مش عايزين نعيش على ظل يعني على ظل محمد صلاح 50 او 100 سنه يعني، عايزين ان شاء الله يكون في محمد صلاح قادم ومحمد صلاح ثالث ورابع، يعني ده اولا كمان بيرفع كمان من شان البلد يعني طبعا. اللي بيعمله محمد صلاح وتواجد اسمه محمد صلاح ايجيبشن كينج والدعايه دي دعايه بملايين الدولارات لينا بره مصر بالتاكيد. مليون في الميه، مليون في الميه. برضه من الانديه اللي كان فيها ناس رايحه وناس جايه وقلق في حاجات كتير بايرن ميونخ،
من ضمن الناس اللي استجدت على بايرن ميونخ طبعا هاري كين مهاجم منتخب انجلترا اللي انضم مؤخرا لبايرن ميونخ، برضو رايك في الصفقه دي؟ صفقه تاريخيه بكل ما تحمل الكلمه من معنى، اغلى لاعب في تاريخ بايرن ميونخ 120 مليون يورو بحساب اضافاته بالحوافز، اغلى لاعب في تاريخ البوندسليغا تاريخ الدوري الالماني، اغلى صفقه بيع في تاريخ توتنهام، وبالتالي صفقه تاريخيه بكل ما تحمل الكلمه من معنى، وصفقه تساوي دوري ابطال اوروبا لبايرن ميونخ، لان الطموح مشترك. بايرن ميونخ بيفتقد للمهاجم الصريح منذ رحيل روبرت ليفاندوفسكي صوب برشلونه في صيف 2022، كان عنده مشكله كبيره دي وساديو ماني ما عرفش يحلها، وبالتالي طبعا وراح على الصيف ده صوب النصر السعودي. بنفس الوقت بايرن ميونخ يريد، يعني اكيد هو مش جايبه عشان الدوري الالماني، بايرن ميونخ واخد 11 دوري الماني متتالي، وحتى في غياب المهاجم الصريح استطاع انه يفوز بيه الموسم الماضي، صحيح ان طبعا ده كان بسبب اخطاء ساذجه من بروسيا دورتموند في الجوله الاخيره، لكن هو حقق اللقب في اخر بايرن ميونخ. فانا اعتقد ان التارجت الاساسي، الهدف الاساسي من يعني من استخدام بايرن ميونخ لهاري كين هو للتشامبيونز ليج، وفي نفس الوقت الهدف لهاري كين، لان هاري كين يا كريم رغم كل هذه المسيره الاسطوريه على المستوى التهديفي والارقام لم يحقق اي لقب في مسيرته سواء مع توتنهام او منتخب انجلترا، وبالتالي رغبه مشتركه. واعتقد ان بايرن ميونخ بشكل مبدئي، يعني بصرف النظر عن خساره السوبر الالماني يوم السبت الماضي ضد لايبزيج بالثلاثيه دون رد، ولكن اعتقد يعني مع انصهار هاري كين وانصهار المجموعه والوجود يعني تفاهم اكتر، ممكن نشاهد بايرن ميونخ منافس جديا على لقب الشامبيونز ليج هذا الموسم. على ذكر نادي النصر السعودي اللي انتقل ليه مؤخرا اخر الوافدين ليه يعني ساديو ماني، وابتدينا نشوف حاجات حلوه كده وان تو لطيف ما بينه وبين كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو يعني كذا مره قبل كده يتعرض، وبصفه خاصه لما بيكون النصر بيلعب الهلال بتلاقي جزء كبير من جماهير الهلال، ان ما كانش الجمهور كله ميسي بيستفزوه موت. والغريب ان هو يعني في يعني مثلا مرات بيكتم مشاعره وتحس ان هو يعني محايد في تعبير وشه، واوقات تانية لا بيبان الغيظ على وشه. يعني أعتقد التوجه ده عند جمهور الهلال جمهور نميز برضه. انا اعتقد يا كريم ان كمان الغيظ ده حوله في نهائي كاس البطوله العربيه لما سجل هدفين، والنصر كان متاخر ب 10، يعني النصر كان يعني بيلعب منقوص ب 10 لعيبه، ورغم تفوق الهلال العددي لكن النصر استطاع الفوز لانه عنده لاعب بقيمه كريستيانو رونالدو وبقى هو هداف البطوله. واعتقد ده برضه يا كريم بيفسر اسراع الهلال في مفاوضات ضم نيمار، لان جورجي جيسوس مدرب الهلال اشتكى اكتر من مره ما عندوش حته المهاجم الصريح الفينيشر، ان يعني اللاعب اللي بيخلص في المرمى بيفتقدها. صحيح ان امبارح كسب في الدوري السعودي 3-1، هو كلها تلت ساعه وهتلاقيه بتعاقده برضه مع نجم عالمي في هذا الاطار. في كلام بالمناسبه عن متروفيتش، ليس فقط هيبقى نيمار اخر صفقه هجوميه، في كلام بيحاولوا مع الكسندر متروفيتش مهاجم فولهام ممكن يتم يعني الاقتراب من حسمه في الفتره المقبله، لسه مش عارفين الامور هتمشي ازاي، لكن بالتاكيد ان كريستيانو رونالدو يعني لاعب اسطوري بكل يعني واحد من اعظم اللعيبه في تاريخ كره القدم مع ميسي ومارادونا وبيليه مع اسماء، لكن رونالدو الحقيقه في 38 سنه كريم، وانه يكون بهذا الحماس وهذا الروح حاجه يعني مش طبيعيه بصراحه، حاجه جباره بامانه. هو يعني جباره. يعني في ناس كتير قالت ان هو بطبيعه الحال انتقل عشان العرض المالي الخيالي اللي هو حصل عليه بمجرد الموافقه على الانتقال، وفي ناس تانية شافت بعد ما تابعت كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي كم ماتش ورا بعض، قال لك لا ده مش بيلعب عشان فلوس، ده راجل بيلعب عشان المجد، عشان يحافظ على المجد اللي هو حققه قبل كده في السنين اللي فاتت. انت شخصيا شايف الصوره ازاي؟ هو اولا مش عيب انه يلعب عشان الفلوس، او يعني دي وظيفته، هو لاعب راجل بروفيشنال لاعب كره قدم. العرض اللي جاي له كان ضخم، هو رونالدو حقق قفل كره القدم على الصعيد الاوروبي، خد كل حاجه. خد حتى مع منتخب البرتغال خد كل حاجه، وكان بيبقى ليه كاس العالم ولم يوفق فيه، يعني اللي وفق فيه طبعا منافسه التاريخي ليونيل ميسي، ودي عوامل توفيق في الاول وفي الاخر يعني. لكن رونالدو قفل كل حاجه قفل كره القدم في اوروبا، وبالتالي هو خد شاف التجربه دي هتكون مناسبه ليه في الدوري السعودي، وهو اللي فتح يا كريم، هو اللي فتح الباب. يعني حينما صرح كريستيانو رونالدو ان انا فتحت الباب ان الدوري السعودي يوصل لهذه المكانه، هو كان محق بشكل كبير جدا يعني. وبالتالي لا، رونالدو الحقيقه لاعب اسطوري، لاعب يعني 38 سنه وعنده الحوافز دي والنهم ده والشغف ده بتسجيل الاهداف، حقيقه يعني بجد والله يعني ده نموذج وقدوه لكل لاعب كره قدم ناشئ على مستوى العالم، مش بس على مستوى هو ملهم الصعود. بكل ما تحمله كلمه بالزبط. ملهم من معنى بالزبط. الحقيقه بالزبط. طب تعال نروح شويه للدوري الفرنسي، و مش هقف قوي عند باريس سان جيرمان واللي جاي، لان برضو مبهم الى حد ما، يعني الصوره نقدر نقول ان هي مش واضحه قوي. البروجكت كله جديد يا كريم، لسه البروجكت كله جديد، بقى مدرب جديد، اسماء جديده كتير انضمت، مبقاش في خلاص موضوع سياسه الانفاق على النجوم واستخدام النجوم بمبالغ باهظه، بقى في يعني استخدامات بالفعل، كلهم معظمهم لاعبين صغار في السن، فالبروجكت لسه جديد، فبالتالي الحكم على باريس سان جيرمان من مباراه لوريان اللي اتعادلها 0-0 ده يبقى حكم ظالم بشكل كبير جدا. بس احنا زي ما اللي يخصنا في الدوري الانجليزي النني ومو صلاح،
بقالنا برضو اللي يخصنا في الدوري الفرنسي ومصطفى محمد مع نانت وعامل شغل يعني اعتقد مرضي، ولا انت شايفه ازاي؟ بالظبط، مصطفى محمد سجل هدف يعني ضد تولوز في الدوري الفرنسي، صحيح ان هم خسروا بنتيجه 2-1 ولكن قدم مستويات مرضيه بصرف النظر عن هدف سجله من ضربه جزاء، لكن هو قدم مستويات مرضيه، وده يعني بدليل ان اداره نانت مقتنعه بيه ان هم حولوا بند الاعاره لشراء نهائي الصيف ده من نادي جلطة سراي. فان شاء الله نتمنى التوفيق لمصطفى محمد، وفي الاخر ده بيصب لصالح منتخب مصر اللي احنا خلاص يا كريم احنا حوالي 5 اشهر تقريبا هنخش في معركه كاس افريقيا، البطولة المقبلة نسخة مقبلة نسخة صعبة جدا، عندنا منتخب المغرب متحفز، منتخب السنغال عايز يحافظ على اللقب، منتخب كوت ديفوار، الكاميرون، نيجيريا، فيها تبقى في اسماء قوية جدا في البطولة، فبإذن الله ان شاء الله يعني تألق المحترفين نفسه احنا بشكل كبير جدا. جميل. طيب برضو بقالنا اللي يخصنا في الدوري الالماني، اللهم صل على النبي، عشان الحاجات دي بتتنظر خلي بالك يا ابو حميد، عمر مرموش مع فريقه الفرانكفورتي، يعني برضو شايف تجربته هناك عامله ازاي؟ عنده خبره دلوقتي خلاص عمر مرموش في الدوري الالماني، لعب يعني كان في فولفسبورج ولعب اعاره في شتوتجارت، حاليا مع انترخت فرانكفورت. بالمناسبه كريم، انترخت ده هو حامل لقب دوري بطوله اليوروبا ليج في الموسم قبل الماضي. طبعا استغلوا الموسم، ومباراه كانت سهله في دور براس من كاس المانيا، فازوا 7 أو 6-0 حاجه كده، سجل هدف، وهدف كان جيد جدا من وجهه نظري، انا شاهدت الهدف حقيقه كان هدف جيد جدا، تجربه ليه في البدايه، طبعا ما شاركش بشكل اساسي وده منتظر ان هو لسه جاي جديد على الفريق، ومباراه حتى في كاس المانيا. ان شاء الله بقى مع بدايه الدوري الالماني ان شاء الله من انطلاقه من يوم الجمعه المقبل سنبدا نشاهد ان شاء الله عمر مرموش ويتالق اكتر باذن الله، يكون برده اضافه قويه ان شاء الله لمنتخب مصر، لان يا كريم دعنا نعترف المنتخبات الافريقيه ومنتخبات شمال افريقيا، المنتخبات العربيه موجوده يعني موجوده في قاره افريقيا، قوتها في محترفيها بالظبط، عشان نكون يعني واقعيين جدا طبعا يعني احنا ممكن السنه اللي فاتت وصلنا نهائي كاس افريقيا، لكن بقوه الدفع الذاتي وباسلوب دفاعي محض وبدوع الوالدين وحاجات كتير قوي احنا عندنا برضه نكون محترفين، لكن احنا ان شاء الله باذن الله بوجود محترفين ومع مدرب جيد مثل روي فيتوريا ان شاء الله قادرين على ان احنا ممكن نعمل شيء، صح ان الظروف صعبه جدا وان بس عدد المحترفين ده قليل جدا وممكن ما يسمحلناش بالمنافسه في ظل قوه المنتخبات الاخرى، لكن مين عارف كل شيء وارد في كره القدم. طب انت شايف انعكاسات شويه المحترفين اللي حيلتنا لما بينضموا للمنتخب المصري وبيلعبوا يعني ماتشات في اي بطوله من البطولات، هل يعني ما بتسمعش نوع الكلام اللي بيتقال عن مشاركتهم مع منتخب بلدهم زي ما بيتقال على مثلا اللاعبين المحترفين في دول تانية مع منتخباتهم؟ يعني حتى محمد صلاح بجلالة قدره كان بيتقال في كتير من الأحيان لا ده خايف يدخل على الكورة، لا ده بيحافظ على رجليه، ده مش بنشوفه هنا زي ما بنشوفه مع ليفربول، نفس الكلام حتى اتقال مع عمر مرموش بالمناسبة مع الفرق يعني. فليه بنحس بأن يعني حجم الإسهام بتاع لاعبتنا المحترفين مش بالقوة اللي المفروض يكون عليها؟ يعني فاهم قصدي؟ سؤالك يا كريم مهم جدا على فكرة، كويس انت اتكلمت في النقطة دي. يعني اولا لما محترفينا اللي بيلعبوا في الدوريات الكبرى بيلعبوا مع منتخب مصر، اولا الصحافة الأجنبية بتسلط الضوء عليهم، بقى في بعض المكشفين وبيشوفوا الدنيا ماشيه ازاي وبيشوفوا في العيال في لعيبه في اسماء اخرى ولا، فبالتالي ده مهم جدا. اللعيبه المحترفين لما بييجوا اكيد هم عايزين يصنعوا مجد مع منتخب مصر، احنا شفنا محمد صلاح ومحمد يعني محمد النني والاسماء دي كلها لما كانت بتلعب مع منتخب مصر حماسهم ازاي ان عايزين يحققوا لقب افريقيا، عايزين يحققوا مجد شخصي يعني. يعني مفيش لعيب يعني، شفنا ميسي رغم كل الانجازات الاسطوريه كريم اللي حقق في مسيرته فرحته في كاس العالم اكنه ولد طفل صغير لم يحقق اي حاجه في مسيرته، لان هو رفع علم بلده واهدى بلده كاس العالم بعد غياب حوالي اكتر من 30 سنه. فبالتالي انا بختلف مع ده بشكل كبير جدا، المحترفين بتوعنا يعني بييجوا عايزين يثبتوا نفسهم، في بعض المباريات مثلا تبقى مباريات سهله وهو بيحاول يلعب على قد المباراه، وده بالمناسبه ذكاء، ده مش عيب فيه، انه في بعض المباريات مباريات سهله مثلا ضد النيجر، ضد منتخبات سيراليون، منتخبات اللي هي ضعيفه يعني متواضعه فنيا طبعا. هو مش محتاج انه يرهق نفسه، هو بالعكس بيعمل اقتصاد لمجهوده، لان هو كمان رزنامه المباراه عندهم مضغوطه جدا وعندهمش بقى في تاجيلات او حاجه، عندهم ضغط المباريات بشكل انا عايز اقول ضغط المباريات في السنه اللي فاتت تحديدا كان صعب جدا بسبب اقامه كاس العالم في منتصف الموسم. وبالتالي لا انا اختلف مع ده كليا، اللاعبين المحترفين بيبقوا عايزين يجوا يحققوا مجد مع منتخب بلدهم، ولان مع احترامي لاي مجد مع النادي مع الانديه ايا كان يبقى المجد مع المنتخب البلد ده بامر اخر، وده الدليل اللي شفناه مع ميسي في كاس العالم الاخيره في قطر. صحيح صحيح. طيب تعالى نرجع تاني للبريمير ليج ورؤيتك للموسم الجديد اللي انطلق اهو بالفعل، هل تعتقد مع نهايه الموسم وختامه ستبقى الصدارة برضو عند السيتي ولا مش شرط؟ مش شرط لا طبعا، لأن السيتي كان عنده مشاكل. السيتي بالمناسبة عنده بكرة مباراة السوبر الأوروبي ضد إشبيليا، وعنده غيابات مؤثرة جدا، عنده روبن دياز
مش هيلعب لان جاله ارتجاج في المخ ولو قال الاتحاد الاوروبي لكره القدم ما بتسمحش للعيب لو عنده حصل له ارتجاج في المخ انه يلعب طبعا خوفا على الصحه. كيفن دي بروين مصاب، برناردو سيلفا مش هيلعب. مشكله مانشستر سيتي حتى الان هو مش هالاند موجود، وهالاند خلاص عايز يجيب بقيه الناس ده هو يعني ده لوحده هو استاذ يقدر يقوم بالماتش يعني كله. مانشستر سيتي عنده بس مشكله في نص ملعب في مركز الجناح لانه معوضش حتى الان رياض محرز، بيحاول يفاوض على لوكاس باكيتا انه يكون معوض لجوندوجان الراحل، وايضا كيفن دي بروين ممكن متوقع غيابه الفتره ليس بالبسيطه، فبتفاوض حاليا لوكاس باكيتا. ما جابش غير صفقتين حتى الان، ماتيكو فاسيتش لاعب في وسط الملعب لكنه مش زي طبعا قيمه جوندوجان، وطبعا يعني جافارديول المدافع الاغلى مدافع ثاني اغلى مدافع في تاريخ كره القدم حاليا، وطبعا لاعب مهم جدا، لكن اعتقد مانشستر سيتي محتاجه تدعيمات. ان لم يكن مانشستر سيتي بهذه التدعيمات اعتقد هيواجه بعض المشاكل، هيبقى منافس قوي طبعا على لقب البريمير ليج ما بقللش لا بطبيعه الحال ما ده مفروغ منه يعني. ارسنال هيبقى منافس برده قوي، لكن ارسنال اعتقد محتاج لان تامبر المدافع الجديد لسه جايبينه كان حظه سيء جدا، احتمال يكون مصاب بالرباط الصليبي وغير فتره كبيره جدا عن الملاعب، فما اعتقد يبقى محتاج بديل ليه بشكل سريع جدا ومحتاج مهاجم صريح. مانشستر يونايتد شهدت مباراته بالامس ضد ولفرهامبتون، دي كلها انطباعات مبدئيه، لكن عانى ولفرهامبتون ما عندوش مدرب ما قامش بتدعيمات ان ولفرهامبتون يكون اكتر واقرب للفوز ولم تحتسب ليه ركله جزاء، ما اعرفش حتى الان الفي ار ازاي لم يرجع ليها. مانشستر يونايتد عنده اعتقد مشاكل ده بشكل مبدئي، ليفربول محتاج تدعيمات يا كريم. ايوه تعالى وقف عنده شويه وان كنت برضو عايز اسالك على هل تعتقد انه ممكن يحسن من وضعه او من مركزه في ترتيب الدوري النسخه دي ولا برضو هو لسه متكعبل؟ لا ليفربول عنده مشاكل كبيره جدا يا كريم بشكل واضح، يعني في وسط الملعب كان عايز يجيب مويسيس كاسيدو، لكن طبعا للاسف يعني تشيلسي خطفه في صفقه تاريخيه وكان رغبه اللاعب اللي حسب، رغم ان ليفربول اتفق على ضمه مع برايتون، والغريبه ان هنا خطا فادح من يورجن كلوب ان في المؤتمر الصحفي قال ان احنا توصلنا لاتفاق مع برايتون على ضم اللاعب، انت بتعلن ده وانت مش متفق اساسا مع اللاعب، بعد كده اللاعب رفض الانتقال ليك وذهب وقرر الذهاب الى تشيلسي، وبالتالي تشيلسي ضمه في صفقه تاريخيه 115 مليون استرليني اغلى لاعب في تاريخ البريمير ليج. ايضا يعني لافيا لاعب وسط ساوثهامبتون رفض ليفربول، لاعب برده خط وسط رفض ليفربول وانتقل وسينتقل منتظر انتقاله ايضا الى تشيلسي تمام خط وسط تشيلسي، وبالتالي ليفربول عنده مشكله كبيره جدا في نص الملعب لان هو بعد رحيل فابينيو وهندرسون الى الدوري السعودي ما عندوش غير سبوسلاي ومارك اليستر طبعا لاعب الارجنتيني، لا محتاج ليفربول محتاج ده واضح جدا كمان يا كريم في ماتش تشيلسي عنده مشكله كمان في الجانب الدفاعي بشكل كبير جدا، واضح جدا ابراهيم كوناتي تقيل في الملعب مش خفيف، وفيرجيل فان دايك كبير في السن محتاج مدافع محتاج ظهير ايمن، لان ترينت الكسندر ارنولد اعتقد يعني في الجانب الدفاعي كارثي بشكل كبير جدا. لا ليفربول محتاج ان اراد مش بس المنافسه على لقب البريمير ليج، ان اراد تفادي كارثه الموسم الماضي ما يكونش متواجد في دوري ابطال اوروبا عليه باقصى سرعه قبل غلق الميركادو انه يعمل تدعيمات، لان ليفربول بهذا السكواد الحالي هيواجه مشكله كبيره جدا، مش يعني مش عايز اقول بقى يعني اعتقد هيبقى مستبعد على المنافسه على لقب البريمير ليج، وفي نفس الوقت ممكن كمان يواجه خطر عدم المشاركه في دوري ابطال اوروبا الموسم الثاني. طب اللي انت بتقوله ده يجبرني ان انا ارجع اتكلم معاك ثاني عن محمد صلاح، ما هو منين محمد صلاح قال لا للعرض الخيالي السعودي ومستمر مع ليفربول املا منه في تحطيم المزيد من الارقام القياسيه والوصول مع الفريق لابعد نقطه نجاح ممكنه. طب ما ده استحاله يحصل طول ما الفريق متكعبل والوضع زي ما احنا بنتكلم فيه كده، بالظبط. طب ما ده هياخر محمد صلاح بالظبط، لازم لابد على ليفربول يتحرك باقصى سرعه قبل غلق الميركاتو في 31 اغسطس انه يكون بتدعيم لعيب اخر في خط الوسط، يكون لعيب جيد جدا مدافع. انا في وجهه نظري يعني هو الكلام كله على لعيب خط وسط، لكن انا في وجهه نظري ليفربول محتاج كمان مدافع ومحتاج ظهير ايمن ولاعب خط الوسط. ان قام ليفربول بالصفقات دي اعتقد ليفربول سيكون منافس جدي على لقب البريمير ليج وايضا على المراكز المؤهله للتشامبيونز ليج الموسم الموجود باذن الله. طيب الاسبوع اللي فات ابتدت مجموعه من الدوريات الاوروبيه انطلقت فعالياتها بالفعل، تعال نقول كده في الجوله الاولى ايه وطبقا اللي انت شفته في الدوريات الاوروبيه المختلفه اكتر حاجه لفتت نظرك في اي دوري منهم كانت ايه؟ والله يا كريم انا في وجهه نظري يعني الدوري الانجليزي طبعا هو الدوري الاكثر يعني جماهيريه على مستوى العالم عشان نكون يعني واضحين، والاثاره وكل حاجه. الدوري الاسباني بدايته فيها مشاكل كبيره جدا في الجانب التحكيمي، يعني شفنا مباراه يا كريم برشلونه وختافي مليانه كميه مشاكل تحكيميه غير طبيعيه، اثنين حالات طرد، تشافي اتطرد في ضربه جزاء مش عارفين لبرشلونه او لا، الاعتراضات حتى ده عندهم زي عندينا كده نفس الكلام. تشافي طلع هاجم رابطه الدوري الاسباني وقال احنا بنقدم منتج فاسد، ان مدرب برشلونه طلع يقول احنا بنقدم منتج فاسد ومش عارفين نسوقه، دي تصريحات خطيره جدا من مدرب نادي بحجم برشلونه. ريال مدريد رفض يعمل اجراء مقابلات تلفزيونيه بعد المباراه، وبالمناسبه وقع عليه عقوبات ماليه لان هناك
هناك مفيش اي تسامح في القصه دي عشان في عقود متوقعه مع شركات حقوق مع الشركات المالكه لحقوق البث التلفزيوني الدوري الاسباني. فالدوري الاسباني بادئ بمشاكل في وجهه نظري بره الملعب اكتر من جوه الملعب. في خلافات ومشاكل بعض وحتى جوه الملعب اخر كام موسم من الدوري الاسباني في هبوط في المستوى بعافيه كده مش زي زمان. وعلى فكره نفس الكلام بحذافيره ويمكن اكتر بكتير في الدوري الايطالي مثلا. الدوري الايطالي ايه اللي حاصل للجماعه في ايطاليا؟ طمنا عليهم. فين ايام ما كانوا يعني واخدين العين والقلب وكل حاجه بدوري قوي جدا بفرق كل مستوياتها متقاربه جدا بنجوم يعني وكانهم يعني نجوم سينما موجودين في الدوري الايطالي؟ ايه اللي حصل عندهم؟ والله يا كريم الدوري الايطالي مشاكله كبيره جدا. اولا هروب الاستثمارات. هناك في مستثمرين والانديه مملوكه معظمها من يعني لملاك كانوا متعكزين جامد على برلسكوني في وقت برلسكوني يعني بس لكن اعتقد يعني النقطه الفاصله كانت فضيحه الكالتشيوبولي سنه 2006 وهبوط يوفنتوس والفضائح الماليه والرشاوه والتحكيم وما الى ذلك. الدوري الايطالي بدا يتراجع بعد الشيء. الاستثمارات قلت لان الاستثمارات يعني او البيئه في الكره الايطاليه طارده للاستثمار بعكس البريمير ليج مثلا جاذبه للاستثمار بشكل كبير جدا. يعني هو كان زمان في استثمار اصلا في الحكايه ومع ذلك كانت الدوريات دي كلها مولعه الدنيا. هي تقريبا الاستثمارات دي اللي خربت الدنيا وانقصت متعه المشاهده. والله يعني في حالات يعني في البريمير ليج شايف الاستثمارات من خلال ان هو يعني القيمه التسويقيه بتاعته يا كريم ممكن توصل تعدي من انا مش ببالغ ممكن توصل 60 او 70 مليار مبالغ خياليه. البريمير ليج وصل لمرحله حقوق البث التلفزيوني في سنه واحده بالخمسه وستة حاجه يعني 5.6 مليار استرليني مبالغ طبعا ضخمه جدا. لكن ده نتاج عمل 30 سنه وده بيحاول يعطي طبقه طبعا في الدوري السعودي الدوري السعودي بدايه من الموسم ده. لكن نرجع للدوري الايطالي عايز اقول لك يا كريم ان معظم انديه ايطاليا ما عندهاش ملاعب مملوكه ليها باستثناء يوفنتوس. نابولي بيلعب في ملعب تبع البلديه حاجه تزعل والله حاجه تزعل. فانا يعني انا بس من مشجعين الدوري الايطالي كان طالما محط انا بقول لك انا من مشجعين مين اتمنى ان الدوري الايطالي يرجع كما كان يعني سابق عهده باذن الله في المستقبل ان شاء الله. احنا وقتنا انتهى يا دوبال. اشكرك شكر جزيل نورتني وشرفتني في حلقتنا النهارده. ده الشرف ليا يا كريم على طول نطلع معاك على طول. ربنا يخليك. واكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعه لينا في حلقتنا النهارده. وان شاء الله باذن الرحمن يتجدد اللقاء ونشوفكم على خير بكره باذن الله. بالمناسبه نسيت اقول حضراتكم بكره ان شاء الله هتكون اخر حلقه للبرنامج قبل اسبوع اجازه. احنا الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هيكون اجازه ونرجع نلتقي مع حضراتكم في اخر اسبوع من اغسطس. بس احنا مع بعض بكره ان شاء الله. شكرا على المتابعه واشوفكم على خير. صباح الفل.